انا عايز اقول لكم يعني انا دايما بكون مبسوط جدا لما بكون معايا النجم الكبير اللي معايا دلوقتي، يعني ان شاء الله ارحب بيه حالا دلوقتي، لكن لازم ارحب بيه طبعا على طريقتي، نجم من العيار الثقيل في جيله، نجم كبير جدا سواء كان لاعب او كان مدرب او كان في الناحيه الاداريه في النادي الاهلي وكمان في اللجنه الفنيه، هتكلم عليه حالا دلوقتي. نجم قال ان النادي الاهلي نعمه كبيره جدا، زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي مليء بالانجازات بالبطولات، ايضا مليء بالنجوم اللي منهم الكابتن الكبير كابتن علاء ميهوب. مرحب بك يا ميدو. يعني مش عايز اقول لك دايما بكون مبسوط جدا وانت معايا يا كابتن. انا عارف قيمتك وكل الجميع عارف قيمه علاء ميهوب. الله يخليك يا ميدو. نجم كبير جدا منور الدنيا منور بيتك. ربنا يخليك يا ميدو. تعال نرحب بيك بقى على طريقتنا بقى مع برجاوي. طيب اوكي. اتفضلوا. تصنف جماهير الأهلي حبها للكيان ومن ينتمي له عبر عدة عوامل، من أهمها على الإطلاق إخلاصه وحبه وانتماؤه لهذا النادي. من الممكن أن تنسى البطولات والألقاب، لكنها تربت على مبادئ المايسترو العظيم الذي قال إن البطولات مهما غابت عن النادي هترجع تاني. إذا ذهبت من الصعب أن تعود مرة أخرى. علاء ميهوب هو أحد أباطرة الوسط في تاريخ الكرة المصرية، وأفضل المواهب التي لعبت في مركزه الذي ينتمي لتلك النوعية التي لم ولن تنسى الجماهير إخلاصها للأهلي وحبها للكيان العظيم، لدرجة أنه بكى لمجرد إحراز هدف في شباكه واعتزل الكرة بسببه. ميهوب الذي قال عن انتمائه لهذا النادي العظيم: الأهلي غني ببطولات ونمرة واحد في كل حتة، الكل عايز يخدم الأهلي، ولاده بيحبوه، عارفين قيمة الأهلي. الأهلي أحلى حاجة حصلت ليا في الدنيا. الأهلي إيرا. علاء ميهوب هو نوع نادر من فصيلة المواهب التي لم تتكرر سوى مرة واحدة، وكانت للمصادفة العجيبة في تلميذه حسام غالي. علاء ميهوب ابن الأهلي معنا اليوم وكل أربعاء في قناة الأهلي وبرنامج الأهلي الليلة. اهلا بحضراتكم. يعني علاء ميهوب اسم ارتبط فعلا بالنادي الاهلي. علاء ميهوب لما خرج من النادي الاهلي وراح الاولمبي جاب الهدف اللي حضراتكم كلكم فاكرينه، يعني بكى بكاء من القلب وكل الناس كانت شايفاه. علاء ميهوب ما ينفعش يسيب النادي الاهلي خالص، اطمنوا ومش عايزين اي اقاويل واي حد يطلع يقول اي كلام تصدقوه. علاء ميهوب معجون بميه النادي الاهلي وهتسمعوا الكلام منه على طول ان شاء الله. يشرفنا وينورنا الكابتن كبير علاء ميهوب كل اربع في الاهلي الليله، الحديث عن الدوري والكاس والحديث عن مباراه الاهلي في اي مكان واي زمان. النجم الكبير علاء ميهوب منور الدنيا يا كابتن تاني. ربنا يخليك يا ميدو، واشكرك واشكر طاقم الاعداد على المقدمه الجميله دي. ده حاجه بسيطه يا كابتن. الله يخليك يا ميدو. عملت كتير للنادي والناس عارفه انت. لا ما تعمل للنادي فانت ما بتعملش حاجه. ما انا مش عارف اتكلم معاك في بدايه الكلام. لا بدايه الكلام كده، ما هتعمل للنادي انت ما عملتش حاجه. انا مش عارف اتكلم معاك، وبعدين انا كل ما اتكلم معاك انت عينيك بتدمع. لا خالص. انت نجم كبير والناس عارفه انت بتحب النادي الاهلي قد ايه، ودي حقيقه. واللي بيحب الاهلي من قلبه بيبان جدا عليه اكيد. وعلى تصرفاته، ومهما الناس تتكلم عن الكابتن علاء ميهوب انت افعالك بتبقى خارجه عن ارادتك، وكلها بتبقى بتبين قد ايه انت بتحب النادي الاهلي، ودي حقيقه. شفناك وشفنا كذا مكان بتروحه عامل زي السمكه بجد. حلو حلو التشبيه ده. لا دي حقيقه فعلا. بسرعه كده اللي بيتربى في النادي ده صعب يبعد عنه. ترجع بقى لعيب مدرب اداري، المهم انت عشت جوه النادي ده، تعلمت كل حاجه حلوه في النادي ده. مفيش حاجه وحشه اتعلمتها. حتى لما بتخرج بتحس ان انت معجون بالنادي ده. وانت خارج من النادي الاهلي يا كابتن بتحس بايه؟
غربة شديدة جدا. وانت خارج مش بمزاجك؟ لا من غير مزاجي، انا عمر ما خرجت النادي الاهلي بمزاجي اكيد استحاله. لكن طول عمري يعني بخرج غصب عني، حتى في بدايتي خالص يعني في بدايه اختباراتي خرجت من النادي الاهلي يعني خرجت بس رجعت تاني. وانا لعيب بعد المشوار الطويل ده واصابات وخرجت من النادي الاهلي بس رجعت تاني مدرب. حتى مدرب خرجت من النادي الاهلي ورجعت تاني في حته تاني خالص في اللجنه الفنيه. كون انا اخرج من النادي الاهلي دي بتبقى بالنسبه لي فكره ما بتجيش على بالي، عمرها ما حصلت ليا وعمرها ما هتحصل، لكن هي بتبقى ظروف الناس الموجوده في النادي. يعني النادي الاهلي حاجه كيان ما تقدرش توصفه بالكلام، لكن اوقات بتحصل حاجات كده انت بعيد عنها او مالكش يد فيها. فده حصل، هو كان بيحصل، حصل معايا كتير جدا. بقول لك يا ميدو من ساعه ما بدات اقول بسم الله الرحمن الرحيم في الكوره في اختبارات مشيت ورجعت، ومشوار طويل جدا ومشوار اصابه لعبت عليه ماتشات للنادي الاهلي ومنتخب مصر، والاخر مشيت رجعت زي ما حكيت لك كده. لكن اللي متربي في النادي عشان ياخد قرار ان هو يخرج من النادي الاهلي في اي حال او في اي مرحله هو فيها تبقى حاجه صعبه جدا. انا بالنسبه لي حاجه مستحيله تحصل. يعني انا دايما جون الاولمبي ده انا اتكلمت معاك فيه كتير جدا، لكن انا استحاله انساه عن نفسي، لان انا اساسا بتفرج على الماتش وفجاه انت قلبت الدنيا، قلبت الترابيزه في وشنا كلنا، حتى الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلاوي، خليت كل الناس عماله تعيط بجد والله العظيم دي حقيقه. يعني انا كنت بتفرج على الماتش وانا ما طب انا اعيط ليه؟ لقيت نفسي بعيط من اللي انت عملته. لا كان في ايامها بقى فلوس، ولا كان في ايامها قنوات واعلام، ولا كان في ايامها بقى يقولوا اصل مش عارف عمل ايه، يعني ما كانش حاجه في دماغك عشان رد فعل غير ان انت فعلا بتعشق النادي ده، وان انت فعلا ازاي انا اجيب جول في النادي الاهلي وازاي انا عملت كده، مع انه ما كانش مش بمزاجك زي ما انت بتقول. لا خالص، ما هو رده الفعل دي اللي انا الحاجه اللي ما كنتش عايزها. يعني تخيل انت كل الاجواء المحيطه بيك قبل ليله المباراه بالليل كله بيقول لك نفسنا اجيب جول في النادي الاهلي، نفسنا اجيب جول في النادي الاهلي. انا بالنسبه لي ايه ده؟ لا بعيد بعيد الموضوع، مش عايز الموضوع، مش عايز الموضوع خالص، مش عايزه يعني حتى مجرد التفكير فيه ان هو لا ده نفسي اجيب جول وابقى مبسوط وابقى انتوا ازاي تمشوني بعد العمر ده، الموضوع ده مش في دماغي خالص. انا كل اللي انا في دماغي ان انا هنزل اقدم مباراه مع ناس بحبها بس، مش اكتر من كده. انما احراز اهداف والكلام الفارغ اللي حصل ده لا مش في دماغي خالص، الموضوع مش في دماغي خالص. بس المشكله انه حصل. بقول لك اليوم كله غريب يا ميدو، بقول لك انا بغير والبس في اوضه النادي الاهلي، في اوضه النادي الاهلي انا ما دخلتش اوضه الاولمبي غير واحنا نازلين الملعب، غير كده من الاتوبيس على اوضه النادي بمنتهى الصراحه. وطبعا الناس سايبيني براحتي جدا في الاولمبي. ولما دخلت اوضه النادي الاهلي كان كابتن صلاح حسني مدير الكوره، كابتن انور سلامه، وحسام بقى، وابراهيم، وعادل، وعمرو، وعلاء عبد الصادق. وعلاء عبد الصادق حتى كمان حصلت معاه موقف غريب في الملعب، داخل في كوره مشتركه جامده معايا، علاء اتشتم جمهور الاهلي. بصراحه جون حلو، هو حلو قوي، جون حلو قوي وصعب جدا لان الكره متشاطه، بص مش ملعوبه بالعرض، حلو قوي يعني، لا جول حلو ومش متوقع وصعبه جدا. لكن هو بقى رد الفعل اللي حصل بعد الجول اللي انا مش عايزه او اللي انا بفكر فيه مش حاجه سلبيه بلاش خالص. بس بعدها بقى يعني عارف يا ميدو، وقت انا بجيب الجول ده والكره راحت في الشبكه، انا خدت قرار وقتها ان الموضوع انتهى بالنسبه لك ككوره خلاص. لسه هسألك برضو يعني حاجة أقول. يعني حاجة كمان انتوا لابسين احمر كمان انت في اليوم ده لابسين احمر والجمهور الاهلي مش عايز اقول لك انا استقبلني ازاي في اليوم ده. اكيد انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ معرفش، لا انا معرفش اسخن يا ميدو، انا معرفش اسخن اكيد يعني رحت، طبعا احمد كاس بيهديني شوية عشان اللي انا كنت فيه. وانت طلعت؟ انا طلعت بره ويا كابتن بوري قال لي طب اقف في الملعب دقيقتين وهخرجك تاني، كان خلاص الشوط بيخلص يعني. خلصنا الشوط ونزلت تحت خلاص. طب وقلت له لا الموضوع بالنسبه لي خلاص، مش بالنسبه لي في المباراه، بالنسبه لي ككوره خلاص انتهى تماما، وانتهى فانيلا حمراء، وده نوعا ما اللي كان عارف انت سن مريحني شويه ان انا انتهيت وانا لابس تيشيرت احمر تيشيرت نادي الاهلي. غير كده ما بحبش افتكر المباراه دي خالص. ما كانش في دماغك اي مستقبل؟ ما فكرتش في
يعني الله اعلم، ممكن بقى لو انا ما حرصتش الهدف ده كنت ممكن اكمل مع النادي الاولمبي الموسم الاخر، وكنا بادئين موسم ممتاز. عايز اقول لك كان في الدوري وفي الكاس وكده، وكانت بنعمل عروض حلوه قوي، كان مجموعه لعيبه ممتازه، وكان كابتن موري الله يرحمه وهيثم محمد ابراهيم والناس الناس كلها يعني لعيبه كويسه قوي، وكان معانا مدرب جميل قوي اسمه البوري الله يرحمه. حاجه ممتعه يعني. طبعا طبعا. فالاجواء كلها كانت حلوه الا اللحظه اللي انت بتعيدها دي. انا عايز اطلع منك يعني، عايز الناس تعرف الكابتن علاء ميهوب يومه بيبقى عامل ازاي لما بعرف ان هو مش في النادي النهارده. يعني انا ايوه يا كابتن علاء معلش انت يعني الفتره اللي جايه مش هتبقى معانا فيها، من ساعه تطلع من النادي لغايه لما اليوم بيخلص بيك. لا ما بيخلص، بيخلص بحاجه سيئه يعني. يوم ما كنت مع كابتن حسام، وكابتن حسام قدم استقالته بعد مباراه الاسماعيلي في اسماعيليه. تاني يوم بلغني كابتن سيد حفيظ ان انت يعني مش هتكمل معانا في النادي، وهيجيبوا جهاز جديد. اللي هو انت دماغك بتقفل. اللي هو تشوفش. لا اللي هو انت هتعمل ايه؟ ما هو انت بتصحى انت عارف يومك ماشي ازاي. بالزبط. انا يعني يومي كله في النادي الاهلي، انا حياتي كلها في النادي الاهلي كلها. يمكن انت اشتغلت معانا فتره. انا حياتي كلها كانت في النادي الاهلي، بروح بدري جدا بتمرن واخلص واستنى اللعيبه والتمرين. الحياه هو مش هي مش شغلانه، هي حياتك هنا، اسلوب حياتك، اسلوب حياتك كلها في النادي الاهلي. بالظبط. فاما لحظه تحس ان حياتك اتلخبطت، فانت الصدمه بالنسبه لك قويه جدا يا ميدو. والاسوء انا بالنسبه لي باخد وقت كبير قوي ان ارجع لحياتي الطبيعيه بعيد عن النادي الاهلي، عشان اصدق اللي بيحصل. عشان اصدق، وعشان ابقى في اتاقلم على حياه جديده. هتأقلم عليها ازاي؟ فباخد وقت كبير جدا جدا، ورد فعل بيبقى وحش قوي ان انا بره النادي الاهلي. بحس، عارف انت، كنت بحس بسواد. عارف اما الستاره بتنزل سودا كده، اللي هو انت انا ليه؟ انت هتعمل ايه؟ انت فاهم؟ مع ان كل حاجه الحمد لله ما فيش حاجه خالص، كل حاجه كويسه. كل حاجه تمام وكل حاجه كويسه، لكن الحاجه الركن الاساسي في حياتي مش موجود، اللي هو انت مش في النادي. بس ده اللي بيفرق معايا، ده اللي بيلخبط حياتي كلها. الى ان ارجع النادي تاني. وما بتتكلمش يا كابتن، ما بتقولش يا جماعه طب ليه؟ طب لا لا خالص. لا 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 لا. وليه ولا لا خالص. في طبعي يا ميدو يعني الحمد لله. مش في طبعي اطلب حاجه. انا الحاجه انا متعود من صغري على كده. يعني وجودي في النادي الاهلي بمجهودي وتعب وشقايا وجاي من اختبارات وتعبت قوي. فمن صغري متعود ان انا باخد الحاجه بمجهود انا. ما اخليش واسطه بيني وبين حد، او اكلم النبي فلان عشان كده. وده اللي مأخرني قوي في حياتي، مع ان يعني للاسف في مجالنا ده لازم تبقى علاقاتك جباره. لازم للاسف علاقاتك جباره، ولا مش عايز تقول لفظ تاني؟ ما علينا، عشان على الهوا في قناه انا بحبها. فهي علاقاتك جباره جدا. تبقى صاحب علاقات ممتازه. مش مهم صاحب امكانيات ممتازه. هي الجمله اتقال كده. يعني علاقاتك 80% وامكانياتك 20، انت عالمي. بالظبط. لو العكس انت على ما توفر. بالظبط. بس على كده. في مجالنا وفي ايامنا السوداء اللي احنا بنعيشها في الكوره. من كتر الناس اللي بميت وش، وحشونا الناس اللي بوش. دي حقيقه. لما بتسمع الاغنيه دي، او بتسمع، هي اغنيه جميله على فكره يعني. لا بتجري. لا ما اسمعش الاغاني خالص. بس انا يعني من كتر الناس اللي بميت وش، وحشونا الناس اللي بوش. ما هو تخيل اهو بيديك يعني. دي حقيقه. ايه الحقيقه؟ الحقيقه اللي انت فيها. انا بتكلم دايما، هيبقى كلامنا كله ميدو هنا على مجال الكوره او الحياه اللي احنا بنعيشها. لا، مجال الكوره بقى كارثي. كارثه. مش لازم تبقى 100 وش، لو في اكتر من 100 وش كمان تبقى موجود. ولازم تبقى علاقاتك جامده جدا فوق ما تتخيل. امكانياتك دي بعدين، علاقاتك نمره واحد. كابتن، هو انا مش هرتب الاسئله اللي بسالها لك، عشان دايما بتكلم معاك من قلبي، وطبعا بلتزم طبعا باعداد الزملاء طبعا على عيني وعلى راسي، بس انا طبعا الحوار معاك بيبقى مختلف تماما. الاغراءات الماديه بالنسبه لعلاء ميهو، مش بالنسبه لحد تاني، يعني بتلعب معاك بنسبه كام؟ ماينس. يعني لو انا بالماينس، انت ما خليتنيش اكمل السؤال. لا ما بفكرش بالماينس. يعني جيش على دماغي خالص. الحاجة اللي بحبها اللي بروح لها. بس اغراءات مادية وكلام من ده مش عندي، متعودتش عليها. بص يا ميدو، هي دايما طباع بني ادم وبيئتك اللي انت عشت فيها، وازاي كملت ده في حياتك لحد ما وصلت الوقت. جذورك ايه يا كابتن؟ انا من الحومدية. انت الحومدية؟ من الحومدية. متربي في شوارع الحومدية. بس فعارف من زمان قوي انا في الشارع بلعب كوره ومع اصحابي وفي المدرسه، وعشان كده بقول لك لما روحت اختبارات
تعبت قوي عشان اوصل للمرحله النهائيه. وكابتن ساس الله يرحمه مشاني، قال لي انت جسمك قصير، ما تعالى كل اسبوع ابص عليك. والله العظيم يا بعد ما تعبت قوي ومشوار، انا بالنسبه لي وقتها من حومديه للنادي الاهلي كان بالنسبه لي مشوار مش ولوحدي بالظبط، الاسره كلها عارفه، لكن لما اخر يوم قالوا لي لا ما تروحش تاني خلاص ما تروحش. كان في بقى عارف حكايه ان لازم بيبقى ليك واسطه ومش واسطه وكده، وكان كابتن ثابت الله يرحمه كان نجم كبير في النادي الاهلي. فانا هي طباعك، بيئتك، عشتك، تربيتك، انت متربى على ايه؟ تربيتك وطباعك هي اللي تمشيك الى ما شاء الله. الطباع ما بتغيرش غير لما البني ادم يموت. طول طباعك هي اللي تحكم فيك، تربيتك، بيئتك، المكان اللي انت بتروح بتعلم فيه حاجه. عشان كده بقول لك اللي بيروح النادي الاهلي ده وهو صغير بيتعلم كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه بقى وتكبر بيها. ولو اشتغلت في النادي الاهلي مدرب او 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 بتحاول تعلمها للي بعدك. عشان كده بقول لك النادي ده نادي اخلاق، قيم، مبادئ، مش من الهوى، لكن هو حد بيعلمك وانت بتعلم اللي بعدك. هي كده بتتوارث من جيل لجيل لجيل. في ناس بتستوعب وتبقى حاجه طالعه جميله جدا، وفي ناس ما بتستوعبش بتمشي، بس هو طبعه كده، مش قادر يستوعب او مش قادر يخش في المنظومه اللي هي كل حاجه لها اصول. هو ده النادي الاهلي، نادي الاصول. بس لما كلامك بيجيب لي اسئله كتير، عارف، بتديني سؤال بتروح داخل في حاجه تانية، بتديني سؤال تاني. بتبص الحاجات دي لما بتيجي تختار لعيب من ناحيه انت كعلاء ميهوب بقى، اللي انت الكلام اللي بتقوله ده، الاهلي واسلوب حياه، واللي الاهلي ليه مميزات معينه طبعاً، ولازم شكل معين طبعاً. لما بتيجي تختار لعيب وترشحه المدير الفني ايا كان مين هو، بتبقى حاط في دماغك ان اللعيب ده شكل النادي الاهلي، ولا بتسيب الحته دي للمدرب؟ لا، بجيب كل حاجه عنه، كل حاجه عنه، حاطه تفاصيل حياته. ولو في حاجه غلط بوصلها للمدير الفني. لو هيقدر يعالجها هيعالجها، مش هيقدر يبقى بلاش، بقول رايي بلاش، لان في حته كذا كذا كذا. طب حصل معاك انك اتفضل هقول لك، ما انا هقول لك ده اللي حصل معايا مع وليد ازارو. وليد ازارو لعيب الكوره الوحيد اللي سافرت له المغرب، مش عشان اشوف مستواه في الكوره، عشان اسال ايه وليد. فلقيت حاجه ميدو زي اللي بحكي عليها انا، واحد واخدها من الصفر، من الصفر لحد ما وصل لعب دوري ممتاز في المغرب. فالحته الفنيه اتفقنا عليها ما فيهاش اي مشكله. الكابتن حسام البدري وقتها قال لي علاء سافر المغرب، سافر المغرب وشوف وليد ده، واقعد مع رئيس النادي وحاول تجيب معلومات عن وليد ده، عشان هو يهمه ان حاجه تبقى ما فيهاش مشاكل. مش راجل عنده مشكله ولا ولا ولا، لا خالص. يعني ما يطلعش مثلا زي كولوبالي اللي هرب ده، كارثه. لكن وليد فنيا اتفقنا عليه بعد معاناه على فكره، وهو وغتتة جدا، غتتة مني انا. اللاعب الكره اللي غتت على كابتن حسام فيه هو وليد، والله يا ميدو كنت يوميا بغتت عليه. كويس ان انت عملت كده. لا لا مش عشان حاجه، عشان هو مشغول ودايما ماتشات كتير، وحسام بيحب طلعت من قلبك خلاص مفيش، وبيحب يحب يركز كويس قوي. لكن انا كابتن وليد، حاضر وليد، هو حسام علاقته بيه يعني اخ كبير. عارف. وليد وليد لحد ما خلاص. طيب خلاص روح، سافرت، جبت كل حاجه زي ما توقعت، الحمد لله رجع، جبت الحمد لله. كانش بيجي يسلم عليك وبوسك كل يوم؟ لا لا خالص، ده شخصيه جميله. لحد الحمد لله، اما في الاخر انا مبسوط انك قدرت توصل لنجم زي ده بمواصفات فنيه عاليه قوي، ودي مش ممكن تلاقيها في اي حد، لكن اخلاقيا ده حاجه كمان حاجه ممتعه يعني يكفي. وانا مبسوط جدا يا ميدو بسمع الكلمه دي، ممكن انا حتى قلتها لحد ما بتكلم، بقول لهم يا جماعه تحس ان وليد ده متربي في النادي الاهلي، دي حقيقه، من غيرته وحماسه وديته على الفريق حاجه بتتمناها انت. يعني حاجه بتتمناها. فالحمد لله ان كل المواصفات دي جت في وليد، ربنا بقى كرم بعد كده واندمجوا مع الفرقه، وكابتن حسام والشغل اللي عمله والشغل اللي شغال فيه وليد دلوقتي، ويطلع لك هداف الدوري واكتر محترف يجيب اهداف، وواحد عنده 22 سنه جاله رقم خيالي، دي حقيقه، كام شهر. فالحاجات دي كلها انا الحمد لله مبسوط ان الواحد قدر، مش هبصوا عشان علاء وشافه، لا عشان قدر انك تجيب للنادي الاهلي حاجه حلوه. بالظبط، هو ده بالظبط. وكمان وليد ازارو تحس ان في قبول في وشه، يعني انا اول لا بشوش جدا حاجه تحبه، يعني حد جميل كده، يعني في لعيب كوره ميدو عالي جدا وكل حاجه، بس غتت ما تحبش تتكلم معاه، ما تحب يعني ماشي لعيب كويس وتسكت. انما وليد لا، وليد تحب تروح وتتكلم ولهجته حلوه، والوقت بدا يتعلم
المصري كويس مع العفاريت اللي معاه ولا يعني كفايه سعد سعد والشله دي يعني علموه كل حاجه. فهو ده اندماجه بقى اندماجه مع النادي الاهلي وغيرته على الفانله الحمراء وكده تحس ان الراجل مولود في النادي الاهلي فانت بتبقى مبسوط عن نفسك. وليد اول ما جه النادي يا كابتن اللي كان لسه ما لعبش يعني فكان هنا في القناه مستضيفينه فانا قعدت اتكلمت معاه واتصورت معاه فرحت موريه الصوره على الفيسبوك كاتب انتظروا الصاروخ الاهلي الجديد. فقال لي طب انت ليه مش انت لسه ما شفتنيش انت عارف هو دمه خفيف قوي تمام. قلت له لا انا حاسك انت هتبقى حاجه جامده جدا. هو تحس ان هو غيور جدا حتى هو بيتكلم معاك بيتكلم معاك عن النادي واصلا لسه ما اعرفش النادي الاهلي لسه ما. حتى كمان الكلام حضرتك بتقوله ان هو متربي في النادي الاهلي وتحس ان هو متربي في النادي الاهلي لما جاله موضوع الاحتراف والمبلغ الخيالي حضرتك اتكلمت عليه وكالتيرون بعده عن الفريق لما كانوا في معسكر لا ما هو على فكره كان يوميا في يعني تليفونين يوميا بينه وبينه في الوقت بالظبط فبعده فده قرار عارف تأيده ان انت خلاص بقى تركز مع اللعيبه اللي معاك لان كان شبه منتهي ان وليد ازارو بره النادي الاهلي خلاص بالظبط. وكمان ان القرار ما اتحسمش 100% فانت يعني خليه في الفريق لكن هو بعده وبعدين لما كانت الماتش بعد كده وليد خلاص موجود لعب اساسي وتحس ان هو ما غابش مع المعسكر لا خالص هو وروح حتى مفيش بقى في دماغه الرواسب انت كنت بعيدني انت مش عارف ايه بص يا ميدو اللي بيفرق لعيب عن لعيب حاجه مهمه قوي تقدر حجم النعمه اللي انت فيها بس لو قدرت حجم واديت لها اهميه هتحس ان الموضوع حاجه جميله جدا جميل تحس ان ربنا بيكرمك لو قدرت انت فين خصوصا بقى انت في النادي الاهلي انت في النادي الاهلي في حته الناس كلها بتتمنى تبقى موجود فيها دي حقيقه يعني حلم دي حقيقه انت موجود في النادي ده فتخيل انت موجود في النادي ده ومقدر القيمه اللي انت فيها وراجل متفاني في شغلك قوي وعايز تبقى كويس وبتغير على فريقك طب انت عايز ايه يا ميدو انت عندك كل حاجه بتتمناها في لعيب مش مصري لكن تحس ان هو خلاص راجل مصري اهلاوي 100% دي حقيقه بس للاسف ساعات الناس ما بتعرفش قيمه النعمه غير لما بيبعدوا عنها او بتروح منها بالظبط او ما تبعد بالظبط تعرف قيمه النادي الاهلي في اي وقت من الاوقات لما تبعد عنه بالظبط مهما كانت الاغراءات ومهما كانت اي حاجه تعرف قيمته لما تبعد عنه خصوصا لو انت زي ما بقول لك دايما في كلمه ان انت تبقى موجود في النادي ده عايش في النادي ده تبعد تحس لا في حاجه غريبه مهما كانت كل حاجه بتبقى اغراءات ويجي لكن انت النادي ده بالنسبه لك في حاجه كده سبحان الله ده اللي والله ده اللي اتكلمت فيه والله يا ميدو انا قعدت في النادي الاهلي سنه ما اعرفش في ايه انا مش عارف اساسا انا بقيت بعشق يعني النادي ده ليه لا لا. يعني حتى الناس اللي انت قعدت سنه واحده يعني تخيل تخيل الناس اللي شاربين بقى بالظبط قعدت سنه وخارج من النادي وكل الحب وكل الكلام الحلو ده بتتكلم فيه وعايز ترجع النادي وبتحب النادي بتتكلم عليه في سنه قضيتها بالظبط لا انا من 13 سنه يعني انا عندي دلوقتي 57 سنه وانا عندي 13 ما تقولش يا كابتن هتتحسب لا يا جماعه لا مش صح مش صح ما عنديش 57 سنه انا جوه النادي الاهلي ده وانا عندي 13 سنه لحد اللحظه اللي بتكلم فيها دي انا معاك مع موجود في النادي الاهلي فانت عارف انت كل يوم بتعلم حاجه جديده كل يوم خلاص بقى بيتك بقى بيتك انت عديت وقلبك وكل حاجه بص يا ميدو انا في اوقات لعيبه يعني ببقى نفسي اروح النادي عشان اشوفها واقعد معاها واتكلم معاها وكان معاها قبلها بيوم تحس انت خلاص دي اسره واحده بالظبط تبقى انت فرحان عشان رايح انت فرحان عشان رايح النادي على سنك الكبير ده انت مبسوط انك رايح النادي بالظبط زي اول يوم بالظبط يعني انا دايما كل يوم بروح النادي زي اول يوم دخلت في النادي الاهلي ان انا خلاص اتأيدت في النادي الاهلي فالفرحه فرحان جدا انا بقى كل يوم بالنسبه لي هو ده ان انا مبسوط ان انا في النادي الاهلي بالظبط وبوتريكا كان بيصلي الفجر ويروح النادي وانا كنت بروح بدري قوي ما انا كنت بروح بدري بروح على ايه انا جاي النادي الاهلي انا جاي بدري لا دي ناس اللي عارفه امتى النعمه كويس بقول لك طبعا لا ناس جميله كلها عشان كده بقول لك اللي بيخش النادي الاهلي ده ويقعد النادي الاهلي ده الموضوع مختلف تماما بالنسبه له في لعيب شفته كنت نفسك تجيبه وما لقيتوش شكل النادي الاهلي بدون اسامي طبعا اكيد طبعا شفت كم لعيب شفت ان اللعيبه كان نفسه يجي النادي الاهلي لعيبه كويسه طبعا لكن دماغهم وحشه قوي والسلوكيات مش حلوه ودي حاجه انا لكن ما باخدش فيها قرار زي ما بقول لك انا بدي اللي انا شايفه منتهى الامانه دايما القرار بسيبه للمدير الفني طول عمري يعني يوم اشتغلت في المكان ده هو كده حتى في الناشئين يعني في الناشئين ما بفرضش لعيب صغير على مدرب الناشئين مع ان انا اعلى واكبر واقدم وكل حاجه ما بفرضش انا عارف في فلان الفلاني ده كذا مقاومات وكذا كذا كذا اتفضل
يعني. والفتره اللي فاتت يمكن جبنا مجموعه لعيبه ناشئين الحمد لله، انا والمجموعه اللي معايا، بعدين معايا مجموعه قمه الادب والجمال وشغل وناس فظيعه وناس محترمه. كابتن ناجي خليل باكبرهم، كابتن حمده برادي راجل لعيب في النادي الاهلي ولعب معاه كتير، كابتن هشام حنفي دايما بعتبره خالص صغير، كان موجود محمد السيد بس دلوقتي لا. فدول دول مجموعتي انا بشتغل بيهم، بنثق في بعض جدا. اهم حاجه ما فيش ثقه، انا بثق فيهم جدا طبعا. يعني محمود الجزار ده يوم ما اتكلمنا وشفناه وكده، حمدي راح اتفرج عليه في ماتش كهربا الاسماعيلي، فانا متابعه. حمدي ايه؟ قال لي كابتن الولد ممتاز، وانا كان عندي فكره عنه. وحمدي راح راجع ساب الولد فين، قلت له حمدي، قال لي قلت له ارجع تاني والله يا ميدو هات محمود وتعالى وروح على النادي الاهلي. كلمت مهندس عدلي باشمهندس 1 2 3 راح تعالى على النادي خلص الولد ده. خلصناه في ثانيه. تاني يوم كان الاسماعيلي مقدم عرض بحوالي 750,000 جنيه عايزين يشتروه. احنا خدناه. حتى الاسماعيلي بيقول لك ان اداره عالمي هو بنكحت ان هي تاخد لعيب من جوه اسماعيلي، ولعيب مش لعيب مميز جدا ومفتكر الاسم ده مواليد 98. كل بقى الناس على كده. مصطفى البدري الحمد لله اخر صفقتين صغيرين جبتهم، مصطفى البدري بتاع اسوان وعمار لعيب نادي النصر، وعمار ده متابعه من يوم ما لعب، وده ممكن بتكلم مع كابتن حسام عليه. لكن دايما كانت في مشكله ان مكانه في ناس كتيره، وعمار لسه مش جامد او مش قوي. لكن الحمد لله الموسم ده قدرنا كابتن مع كابتن عبد الرحمن مدرب الفريق وخد الاثنين، والاثنين شغالين كويس جدا. فانت الـ الخطه او اللي انت بتفكر فيه لعيبه صغيره مبشره تبدا من لو الموسم القادم تبدا تلعب معاك فريق اول، وشكل النادي اسعارها معقوله الوقت، لان انت شايف الاسعار الفظيعه اللي انت تشوفها في اللعيبه الوقت. فانت بتعمل اللي هو بيقول ايه الجيل الثاني اللي هو يقدر بقى يكمل في النادي الاهلي. يعني لما بتسمع الاسعار اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، وبتسمع ان انا عبد الحميد حسن في النادي الاهلي وبيفكر يسيب النادي عشان جاي له فلوس كتير قوي، بتبقى انت بتحس بايه؟ مفيش زمن انت فيه بس مش اكتر من كده. هتسالني تقول لي لو انت، اقول لك انا لا طبعا هفضل في النادي. لا مش لا ما انت خليك اقول لك يعني مش انا على فكره، انا كعلاء لا في ناس كتير قوي كده زي ممكن اكتر مني بيحبوا النادي وعايزين ممكن يقعدوا في النادي من غير حاجه خالص من غير مقابل. لكن هو زمانهم او وقتهم كده. في واحد بيروح للمقابل المادي وعايز يقول لك لا انا مستقبلي وكلام من ده، طبعا احترم رايه. في واحد بيقول لك لا انا وجودي في النادي الاهلي ده لا يقدر بثمن. دايما اميده في الاخر هي وجهات نظر، انت ايه اللي في دماغك وانت عايز ايه. بالظبط مليون مره انا بقول لك انا في حد ذاته يخليك تفك وفي الاخر يعني. لو رحت للمقابل الاعلى مش هلومك. انت صاحب القرار بالظبط. في ظروف طبعا كل حاجه بقت غاليه جدا انا بقول لك، لكن في بعض الناس اللي بين قوسين فقريين يقول لك لا موجود. بس الفقريين دول عند جمهور النادي الاهلي يا كابتن عظماء. دي بدنيا. اه. لا دي حاجه تانية. بص بقى، حب جمهور النادي الاهلي ليك ما تحطوش ليه تمن. هو ده. مش هتعرف بقى. هو ده. ولا تمن بقى ولا مش عارف كام مليون، لا 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 لا، الموضوع منتهي. لو النادي الاهلي حبك مفيش سعر. خلاص. بالظبط. انتهى خالص يا ميدو. بالظبط. بس يكفي ان انت لحد الان عامة كل اللعيبه ان جمهور النادي بقى فاكرك. انت عايز احسن من كده. بالظبط. خصوصا لما يكون بقى بقالك فتره في النادي الاهلي وشفت حتى الاجيال بتاع الجماهير. بالظبط. فدي بالنسبه لا، حب الناس وحب جماهير النادي الاهلي خاصه ان الجمهور ده ليه طبع معين، زي النادي الاهلي سبحان الله، نادي ليه شكل وكيان معين، جماهير نادي الاهلي ليها طابع وشكل بالظبط معين ومختلف عن كل جماهير الكوره، مع احترامي الكامل ليهم في كل الدنيا مش في مصر بس. بالظبط. دايما الجمهور نادي الاهلي حاجه مميزه كده. بالزبط. فالجمهور النادي الاهلي لو حبك انت مش عايز حاجه ثانيه خلاص. دي حقيقه. انا بس عايز اوضح لكم جزئيه مهمه جدا. انا مثلا كعبد الحميد حسن بلعب في نادي الاهلي، لما بيجي حد يكلمني يقول لي تعالى نادي مش عارف في انجلترا وهندي لك فلوس كتير جدا، وانا اقول له لا والله ده انا النادي الاهلي عندي بالدنيا كلها، هيقول لي ده انت فقري قوي. هو ده الفقري اللي كابتن علاء، عشان بس انتوا عارفين ان احنا بنصطاد الكلام، ما هو ده الفقري. انتوا عارفين الكابتن علاء فقر. كابتن علاء قال ان فعلا الفقري اللي بيقول عليه صاحبنا اللي بيحب ياخد اللعيبه دي، ده عظيم جدا عند جمهور النادي الاهلي، وده اللي بيتكلم فيه كابتن علاء. وفعلا يا كابتن حب الجماهير للعيب الفقري اللي هم في وجهه نظرهم هم عند الجماهير حاجه لا طبعا عظيم. حاجه كبيره جدا حاجه عظيمه جدا بقولها جدا يا يعني يا كابتن
اقرب حد الكابتن علاء ميهوب بيروح اللي هو الحيطه اللي بتسند عليها لما بيكون موجوع قوي بعد ربنا. ما بكش مع حد خالص خالص. ده صعب جدا. ما بحبش اتكلم مع حد عشان ما اضايقوش، بخليه ساكت. بس يعني ممكن اتكلم مع اشكي ليك او اشكي لامي، ما بحبش. مش عايزه تتضايق، انت فاهمني؟ بس احساس بيبقى صعب جدا. طبعا جدا. بس كنت لحد ما انا اهدى الامور تتحل خلاص. بس سيبها على ربنا ونعم بالله ونعم بالله. يعني برضو بصراحة انت بتفتح لي اسئلة. شفت انا مش عايز ادوس. لا يلا دوس. اسعد اوقات حياتك في نادي الاهلي يا كابتن علاء؟ وانا في الملعب. بس ما عنديش متعة تانية غير كده، حتى بقيت مدرب. متعتي الوحيدة ملعب الكورة. المستطيل ده هو ده متعتي، هو ده حياتي. يعني رجع لي الايام دي وخد اللي انت عايزه مني. ارجع في الملعب بس، هي دي متعتي الحقيقيه. استحاله ترجع. ما لا، ما انا بقول لك يعني الحاجه الوحيده مش ترجع الملعب ده بالزبط. الشكل ده بالزبط. شكل الجماهير، شكل الملعب، هو ده، هي دي المتعه الوحيده بتاعتي. اكتر واحد كنت بتحب تشوفه في الملعب مين؟ تحب تتمدح اشوفه حبيب. اشوفه يعني لا، واحد ما كنتش احلم ان انا اقابله حتى كده على الحقيقه. لفت ودارت الايام، لعبت معاه 6-7 سنين، وفي اعتزاله خدت الفانيلا بتاعته، وكانت علاقتي بيه بره الملعب وجوه الملعب حاجه مش طبيعيه. كابتن خطيب. ما كنتش تحلم انت تشوف؟ لا، انا ليه هنضحك على بعض ليه؟ كنت احلم فين؟ قول لي كده، كنت احلم فين؟ كنت بتفرج عليه واشوفه وكده، لكن انا ما كنتش احلم ان اشوف حد من اللعيبه دي. هقول لك حاجه، زمان واحنا صغيرين، وانا اول ما لعبت 14 سنه كويس، كان النادي الاهلي كله كنا بنتمرن في المبنى بتاعنا بتاع الجزيره ده، كل الفرقه بقى ميو على الملعب الوحيد اللي عندنا ده. فكنا بنتمرن، كابتن ساس كان بيجيبنا نبدا تمرين 6 الصبح عشان تلحق وقت. وحياه ربنا يا ميدو، عشان تلحق وقت 6 الصبح. انا كنت باجي من الحمديه والليل ملاقي لسه عليا قبل ما اوصل للنادي الاهلي يكون خلاص. يعني كويس، فكنا بنتمرن اول ناس، فكنا بنتمرن نخلص ودش وكده، ويبدا الفرق تبدا 17 وي 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 لحد ما وصلوا الفريق الاول. كان بعدين على طول كان دايما كابتن حسام البدري، هم سابقنا بسنه. كنت دايما بقعد اتفرج عليه. فانت متخيل مثلا وانت مروح ولا ماشي في نفس المبنى، تلاقي جنبك كابتن خطيب، كابتن مصطفى يونس، كابتن ثابت البطل، شعار كابتن مصطفى عبده. كنت بروح احكي لهم في الحمديه عند اصحابي، اقعد معاهم بالليل، صدقوا شفت مين النهارده ومين مشي جنبي. فمين مشي جنبي ده؟ تلف الايام حضرتك وتلعب معاه، تلف جنبي ده 6-7 سنين، والناس بالظبط كلهم الجيل اللي انا طلعت فيه ده كلهم بيعاملوك ان انت اخوهم الصغير. فاكر اول يوم طلعت فيه؟ طبعا، واول ماتش لعبته كل حاجه طبعا فاكر. داخل وسط اللبس كده. لا حاجه خضه. انت بتتكلم على جيل يا ميدو، جيل العظماء، جيل السبعينات ده، خضه. عارف يعني ايه خضه؟ كنا اصغر اتنين، انا وكابتن طاهر ابو زيد بس. خش بقى على كابتن اكرامي، كابتن ثابت الله يرحمه، كان لسه شوبير، كان الحارس الرابع. تلاقي كابتن حسام البدري، كابتن ربيع، كابتن مدحت رمضان الاخ الكبير الجميل، كابتن مصطفى يونس. وده كان بالظبط كابتن مصطفى يونس كان بيعاملني بالظبط اخوه الصغير، جوه الملعب وبره الملعب، وعلى طول كلام وعلى طول يديك ثقه. كابتن ماهر همام، كابتن مجدي عبد الغني، اكتر لعيب ليه فضل عليا في الملعب هو كابتن مجدي عبد الغني. كابتن مختار، كابتن محمد عامر، شايف الاسامي بقول لك عامله ازاي؟ كابتن رمضان السيد، كابتن خالد جد الله، زكريا ناصر، كابتن مصطفى عبده، عظيم العظماء الكره. انت فاهمني؟ طبعا اللي هو زي ما بقول لك، انا نعم ربنا انا معلقني قعدت مع كابتن خطيب، طبعا كابتن خطيب، كابتن مختار، زكريا ناصر. انت بتتكلم في اسامي جامده. انا لحقت كابتن شط على فكره في مباراه. والله والله مباراه الاسماعيلي كسبنا 2-0، وكابتن شريف عبد المنعم. فتخيل انا بقول لك على جيل عظيم جدا وانت طالع لسه يا دوب صغير. فالناس دي ما فيش، ما خدتش وقت، والله ما خدت وقت يا ميدو، ما خدتش وقت ان اتاقلم مع الناس العظيمه دي، واللي كنت بحلم بيه وبتمنى اشوفه. بقول لك لعبت معاه 6-7 سنين مع كابتن خطيب بس. فهم في حاجات بتبقى في حياتك كده، تلعب في النادي الاهلي كارثه، حاجه تفضل لما لا نهايه. تلعب مع كابتن خطيب، تلعب ضد كابتن حسين شحاته،
حاجه تجننك يعني. كابتن حسن حياتي الوحيد اللي كنت اتفرج عليه في مباراه الزمالك وانا صغير، بتفرج على الزمالك اشوف كابتن حسن بس، حبيت 14 عشان هو. اقول لك على سر، اتفضل. اقول لك على سر اول مره اقول والله العظيم، اتفضل. انا لما كلمني مستر مانويل جوزيه في التليفون، طبعا ما كنتش مصدق ان هو قفلت التليفون وكلمني تاني وقصه كده. فدخلت نادي الاهلي بقى، طبعا كان بالنسبه لي حلم كبير جدا طبعًا. يعني انا لما كنت بروح اعمل عمره والله العظيم يا كابتن اول مره اقول الكلام ده، شفت انا بجيب منك الحاجات، كنت بدعي ربنا ان انا اروح نادي الاهلي من دعواتي في العمره في على باب الملتزم ان انا اروح نادي الاهلي، وربنا حقق لي الدعوه بتاعتي دي حتى وانا عندي 34 سنه او 35 سنه. لما دخلت النادي وحصل حاجه كده بطرق صوت ما اتفقوش على جزئيه الفلوس، انا حسيت هم خلاص مستر مانويل قال لي انت معانا خلاص، حسيت ان الموضوع ممكن يبوظ. انا اغمى عليا والله العظيم، اول مره اقول لك، اول مره اقول القصه دي لاي حد. لما دخلت الاوضه بتاعت اللبس جبت عم حارس وسالته كابتن خديجة كان بيقعد فين، كابتن مصطفى عبد كان بيقعد فين، والكابتن علاء ميوب كان بيقعد فين، وعارف تحس ان انت في مش فوق اللبس، تحس انك لا بالظبط والله العظيم لا 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 الموضوع وحاجه عارف انا فعلا مع الناس دي. انت فكرتني لما لا والله انت لو مش تقدر نعمه، النعمه طبعا هي نعمه، وجودك في النادي الاهلي وجودك مع الناس دي نعمة ربنا عليك بيها. اه والله العظيم ربنا يديم علينا نعمة يا رب. ربنا يديم علينا نعمة ان شاء الله تفضل في النادي الاهلي كده لغاية لما ربنا يعني يكتب لنا يعني طولة العمر ان شاء الله. احلى لقب سمعته من جميع الاهلاوية كانت ايه؟ على يا ميهوب مفرح القلوب. والسهم الاحمر. والسهم الاحمر. تعال نشوف تقرير كده. اه اتفضل. يلا بينا. علاء ميهوب السهم الاحمر. علاء ميهوب هو جول، هو جول الجول الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 44 من الشوط الثاني. نجم خط وسط النادي الاهلي في الثمانينيات واوائل التسعينيات من القرن الماضي، ظهر في بداية الثمانينيات مع الجيل الذهبي الذي فاز بخمسة ألقاب إفريقية، كانت السبب الأكبر في فوز النادي الأهلي بأغلى الألقاب في تاريخه نادي القرن العشرين في إفريقيا. بدأ علاء ميهوب مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكن ظهوره مع الفريق الأول كان في أوائل عام 1982 كلاعب وسط مهاجم. علاء ميهوب اللي رقص وماشي، علاء ميهوب اللي رقص وماشي وشوطها برجله الشمال، بص الكورة جول ثاني للنادي الأهلي. سجل هدفه الأول مع النادي الأهلي في مباراة الأهلي والترسانة في الثاني من إبريل عام 1982، لكن هدفه في مرمى الأشغال الصومالي يوم 23 من إبريل عام 1982 كان الهدف الذي عرفته به الجماهير ودخل قلوبها. فبعد تعادل سلبي في مقديشيو استمر التعادل بالقاهرة حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وكاد الفريقان يحتكمان لضربات الجزاء التي لا يحمد عقباها ليفاجئ ميهوب الجميع وليحرز هدف الفوز وليستمر مشوار الأهلي في البطولة ليصل للدور النهائي، وليحرز ميهوب هدفا في فوز عريض بثلاثية على كوتوكو الغني وليفوز الأهلي بالبطولة. أحرز علاء ميهوب 12 هدفا في بطولات أندية إفريقيا، من أهمها هدفه في مرمى أفريكا سبور الإيفواري في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ببطولة إفريقيا لأبطال الدوري عام 1987. على المستوى المحلي أحرز 29 هدف، منها 4 أهداف مؤثرة في مرمى الزمالك، كان هداف الأهلي موسم 84-85، كما أحرز 8 أهداف في بطولة كأس مصر من أبرزها هدف نهائي كأس مصر عام 1984 أمام المصري في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ثم أحرز هدفا آخر في فوز كبير للأهلي ب3 أهداف لهدف وليفوز بالبطولة. فاز ميهوب مع زملائه ب16 بطولة، منها 6 بطولات لكأس مصر و5 بطولات للدوري و5 ألقاب إفريقية. كان ضمن قائمة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا،
عام 1992 خرج علاء ميهوب من الأهلي وانضم للنادي الأولمبي السكندري وأحرز هدفا في تعادل الأهلي مع الأولمبي، ليجهش ميهوب بالبكاء. كيف يحرز هدفا في مرمى النادي الذي تربى فيه صغيرا وصنع فيه اسمه وشهرته ونجوميته؟ علاء ميهوب، السهم الأحمر. يعني قصة حب وعشق كبيرة بين الكابتن علاء ميهوب والنادي الأهلي، يعني وقصة كفاح كمان. الكابتن علاء بيقول في النادي الأهلي من هو عنده 13 سنة، فأكيد الموضوع مش هينتهي زي ما السوشيال ميديا بتكتب إن الكابتن علاء ميهوب ممكن يسيب النادي الأهلي. أكيد الكابتن علاء عمره ما يسيب النادي الأهلي، ولا النادي الأهلي هيسيبه، ولا جماهير النادي الأهلي هتسيبه. عشق كبير جدا بين الاثنين، وعشق لا ينتهي يا كابتن علاء. لا مفيش مشان ولا حاجة خالص، ولا في، أنا عارف أنا جاوبت. لا خلاص، ما أنا جاوبت. لا خالص الحمد لله الموضوع كله تمام، وعندي قاعدة مع كابتن خطيب يوم السبت بس، وجهات نظر كده ان شاء الله نقربها، لكن مش اكتر من كده. عشان نقفل القصة. لا لا خالص، عارف الناس ايه، قصة مقفولة. اكيد قصة مقفولة ميدو، انا واضح وصريح في الموضوع ده. اكيد احنا قفلناها خلاص. يعني عايز نتكلم في ايه؟ انا عندي حاجات كتير جدا جدا. عادي اللي انت عايزه وانا اتكلم. تعال نتكلم في الاهلي. طبعا ماتش حورية الجاي، ماتش شايف الماتش ازاي؟ ماتش صعب مش سهل طبعا، بره ارض جمهور فريق شفته، فريق مقلق، مخرج صن داونز، فريق واخد بطوله قبل كده، عنده مهاجمين مقلقين جدا، خطر جدا، لكن دايما عنده مشاكل في الحته الدفاعيه اللي ورا. النادي الاهلي متعود على افريقيا، او لو اللفظ الصح يعني السيد افريقيا كلها. فعلى قد ما النادي الاهلي عامل حساب للفريق الغيني، على قد انا متاكد ان الفريق الغيني عامل مليون حساب للنادي الاهلي. اكيد الان قلق ما بعده قلق. فهي المباراه اعتقد خبره لعيبه النادي الاهلي هتحسمها في الهدوء في الاول، عشان حماس الجماهير واي فريق عايز يلعب النادي الاهلي عايز يكسبه. لكن هي مباراه ميدو مش سهله، يعني مش زي المباراة السابقة، المباراة سهلة بره جوه، لا هتكسب، لكن مباراة قادمة مباراة صعب. أكيد تركيز النادي الأهلي مع المدير الفني مع اللعيبة مع الخبرات الكبيرة أوي اللي في أفريقيا، أعتقد بتديك ثقة، تديك حتة إنك أنت مطمئن، لكن مطمئن بأداء بشكل بالتزام. التزام بره الملعب وجوه الملعب اكيد بالزمك الكلام اللي هيتقال يوم المباراه، هتلعب ازاي وخطتك ازاي والاداء اللي هيحصل. اكيد اللعيبه تتفرج على المباراه مره واثنين، واكيد مستر كارترون محمد يوسف خلاص عارف عمل الخطه، هيبدا يلعب ازاي، اخطر لعيبه ايه. لكن زي ما بقول لك انا، اللعيبه اللي انت شايفها دي لعيبه كلها متمرسه كويسه قوي في افريقيا، اعتقد ان شاء الله المباراه يرجعوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. تعال اقول لك تصريحات باتريس كارترون لمجله فرانس فوتبول، يعني عملوا معاه حوار على التليفون يا كابتن علاء. قال ان هو واثق من قدره الفريق على الفوز بنتائج، يعني الفوز في مباراه الذهاب. شايف تصريح قوي شويه قوي وقوي ثقه. بالظبط، قوي ثقه في نفسه، ثقه في لعيبته، وبتدي طاقه ايجابيه للعيبتك يا ميدو، من غير ان هو ممكن انا ممكن ارجع بتعادل، لا 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 لا، بقول لك انا اروح ان شاء الله اكسب هناك. فثقه في نفسه، ثقه في لعيبته، زي بقول لك انا بتديك دوافع كلها ايجابيه انك ان شاء الله تكسب وترجع بمكسب حلو قوي ان شاء الله. يعني برضو في اطار الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه، ان نادي حريه كوناكري عنده خط هجوم لا يستهان به، كمان باتريس كالترون ما عداش الثلاث اهداف اللي دخلوا مرمانا في ماتش كامبالا سيتي الاوغندي، يعني ما عداهمش هباء. قال اتكلم فيهم برضو في حواره مع فرانس فوتبول، قال ان انا مش هعدي الثلاث اهداف دول، اكيد اتكلمت مع لعيبتي، اكيد هحاول احافظ على الطريقه الدفاعيه بتاعتي، اكيد هحاول انبه اللعيبه على الاخطاء الدفاعيه اللي حصلت في مباراه كامبالا سيتي، لان مش هتحصل تاني. صعب يحصل اخطاء دي مباراه تاني، خصوصا مع كامبالا فريق ضعيف. يعني سمعت عن كامبالا اقول لك نكسبه بره، هو مستهونه بالماتش شويه. بالظبط، وده ده 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 اللي بيحصل دايما في اللعيب المصري، حته هدوء شويه. لكن اعتقد لما بيحصل لك حاجه في مباراه كده بتبقى بتتعلم منها، درس حلو، درس استفاد منه كويس قوي، اخطاء ما تتكررش تاني. كويس اتكررت في مباراه زي كده ما فيهاش اي مشكله، ما تتكررش مباراه مصريه، ما تتكررش مباراه ممكن تضايقك، ممكن لو حصل حاجه زي كده صعب انك تعوض. عشان كده هو
بيقولك مش هيحصل تاني، لان ما ينفعش في دفاع النادي الاهلي يحصل اللي حصل فيه. اكيد اكيد. يعني عايز اقول لحضراتكم ان الحوار اللي اجراه باتريس كالتيرون مع مجله فرانس فوتبول او مع الصحفي فيكتور وخدوا منه احمد شهاب كان على طول، يعني ما شاء الله عليه. الحوار ده هتشوفوه بكره او هتسمعوه بكره او هينشر على وسائل السوشيال ميديا وسائل الاعلاميه المختلفه بكره ان شاء الله، واحنا بنقول لكم حصريا دلوقتي على قناه النادي الاهلي. شكرا للزميل احمد شهاب، كل الشكر ليه. يعني حاجه جميله جدا ان هو بيجيب هذا الحوار قبل ما ينشر بيوم كامل. باتريس كالتيرون كمان يا كابتن علاء اثنى على مسؤول النادي الاهلي، ده طبيعي جدا، قال ان هو بيوفره كل الاجواء اللي تخليك تكسب في اي وقت وفي اي مكان. هو ده النادي الاهلي يا امير، مع كالتيرون مع اي مدير فني بوفر لك المناخ المناسب على اساس تبقى انت عارف انت جاي فين، انت جاي النادي الاهلي، فعشان عايز نتيجه يبقى في مناخ مناسب بره الملعب. متخوف من ايه في المباراه دي يا كابتن علاء؟ البدايه تبقى هاديه من ناحيه النادي الاهلي، تبقى سريعه من ناحيته. دايما في المباريات الخارجيه دي انت اكيد عارفها كويس قوي، يهمك اول بدايه، خصوصا لما يكون فريق عنده جمهور، عنده طموح، فريق مقلق شويه، ما تديلوش فرصه ان هو يضغط عليك في الاول او يفرض عليك اسلوبه، لان انت لو ضغط هو فرض اسلوبه وشاط شوطه مش عارف ايه، فرصه ضايعه مع الانفعال الجماهيري، في بعض اللعيبه ممكن ياخد وقت هيخرج منها. هي دي اللحظات اللي لازم يبقى فيها تركيز عالي قوي. بدايه المباراه مهم جدا، اول ربع ساعه تركيزك كويس قوي، استحواذك على الكوره يبقى دايما ليك انت، حتى لو مش هتسجل اهداف، لكن مجرد انك تستحوذ بيديك ثقه اكيد، ويصدر للفريق الثاني لا النهارده مش يوم سهل بالنسبه لك، النهارده بتلعب سيد افريقيا، فاعتقد بيبقى الموضوع صعب عليك اكيد. يعني كابتن علاء ميهوب شخصيا كده لما بيشوف لعيب مثلا لعيب عالي قوي، او هو شايفه هيبقى عالي قوي، هيبقى نجم كبير، او يبقى ليه فرص في الاحتراف بره النادي الاهلي او بره مصر كبيره جدا، بتروح تقول له ولا بتخاف؟ يعني انا كنت اكلمك عن ناصر المهر، جابه صورته على طول. ناصر المهر كان معايا في منتخب الشباب على فكره. هتروح تقول له يا ناصر خلي بالك انت لعيب جامد جدا وانت لعيب هيبقى ليك مستقبل كبير جدا، ولا هتخاف ان ناصر ماهر ياخد الكلام ده بطريقه ثانيه؟ ايه الصح؟ خلينا نقول ايه الصح الاول؟ ما على حسب النوعيه نفسها يا ميدو. لا بعيد عن النوعيه، ايه الصح من الكابتن علاء المفروض يعمله؟ الصح انا لو انا مكانه لا اروح اتكلم معاه. تروح تتكلم طبعا معاه. ماشي، دي حاجه كويسه. حاجه ايجابيه جدا نتكلم معاه انك انت لعيب كويس وتبقى كويس ولازم تهتم، والكلام ده كلها حاجات كويسه، لان في يوم من الايام الناس القديمه كانت بتكلمني كده اهتم بنفسك وهتبقى كويس وي فالحاجات دي ايجابيه جدا يا ميدو، ليه ما اقولوش؟ بس هو بقى ياخد الكلام وياخد الافعال بتاعته على حسب ما هو شايف، خصوصا لما يكون حد بيتكلم معاك موجود في النادي قبله كتير قوي، فانت بتاخد الكلام الكلام ده صح، الكلام ده مفيد، انا هبدا اشتغل عليه. زي ما بتتكلم انت على ناصر من اللعيبه الممتازه طبعا، ودي مستقبل كبير في النادي الاهلي اكيد. عايز اقول لك ان الكابتن الخطيب حاجه برضو عايزك تعلق عليها. الكابتن الخطيب رئيس نادي الاهلي او اسطوره نادي الاهلي كمان قال خمس رسائل النهارده لاعضاء الجمعيه العموميه نادي الاهلي، اهمها من وجهه نظري قال ان جماهير واعضاء النادي الاهلي هم راس ماله الحقيقي. عايزك تعلق على جزء. هي ده صح، ما هو ده صح. انت بتاخد كلام من واحد متربي في النادي الاهلي، عارف قيمه جماهير النادي الاهلي، عارف قيمه اعضاء النادي الاهلي، هو ده فعلا راس المال الحقيقي. يعني الناس النادي الاهلي مش جماهير بتروح الاستاد والملاعب، لا جماهير النادي كمان اعضاء النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده قائم باعضائه، اعضاء محترمه جدا، ناس تحب ناديها قوي، يعني سبحان الله حتى العضو نفسه تحب نادي جدا، مش اللعيب يعني مش اللعيب بس او المدرب، لا العضو نفسه تحس بيحب ناديه جدا، عايز يبقى احسن نادي في الكون زي ما بيقولوا، عشان كده دايما النادي الاهلي الحمد لله في تقدم دايما، عشان كده بقول لك هو ده راس المال الحقيقي، هو العضو النادي الاهلي. فعشان كده انا بحاول اوفر كل حاجه للاعضاء دي، لان الاعضاء دي تستاهل كل حاجه صح وكل حاجه حلوه، عشان سبب بسيط جدا. الاعضاء حضرتك بتجمعهم ان هم الاعضاء الجمعيه العموميه واعضاء اللي هم الجماهير كمان. بالظبط، لانك انت كل المشارك انت منتمي لنادي عظيم اسمه النادي الاهلي، فانت كل حاجه بعد كده اكيد هتبقى كويسه. تمام. حسام غالي هو بيعتزل، ما زعلتش؟ جدا. طب ما حاولتش تعمل حاجه؟ لا، في الاوقات دي هو خد القرار، ان اتكلمت معاه قبل ما ياخد القرار، انا شايف ان لسه فهو خد القرار، لكن انا داخليا لا، كنت نفسي حسام يستمر،
كان نفسي عماد متى بيستمر بالمره بقى لسه اسالك لا لا انت لسه اسالك لا ما هو الاثنين دول يعني من الشخصيات اللي ليها معزه خاصه جدا 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 عندي حسام عشان حته اللي هو يمكن الاكتشاف اللي انا شفته فيه وعماد من هو في الناشئين انا عارفه كويس جدا ومتنبئ له بمستقبل باهر جدا وشخصيه جميله جدا ومحترمه جدا وبيحب النادي وطبعا ناهيك ان هو راس حربه ممتاز حسام نفس الكلام هما دول الاثنين كان انا كان نفسي يكملوا في النادي الاهلي هما الاثنين حسام وعماد متعب طب طالما فتحت عماد متعب يعني عماد متعب من لعيبه حضرتك كنت تفتكر ايام مستر مانويل جوزيه كان بيحط على طول عارف ان هو كده كده هيجيب جول يعني عارف ان هو كده كده عماد متعب هيجيب جول فعماد ما كانش تحت ضغط او ما كانش تحت ضغط وريني بقى انت عماد انت فين هل الموضوع ده فرق مع عماد متعب بعد ما مانويل جوزيه مشي صح كده فرق معاه مع كابتن حسن شحاته عشان اكملك بقيه النقطه الممتازه اللي بتتكلم فيها حته ان انت تثق في اللعيب دي مهمه جدا جدا بتفرق معايا ميدو أكيد. مش عايز اقول لك اكيد وعماد من النوعيه دي عماد تديله الثقه يعني يديك احلى شغل في الدنيا واحلى اهداف واحلى تحركات وكل حاجه عماد كان بقى مصاب ايام مانويل جوزيه كان بيجيبه يلعب على طول مش احتياطي ويديله وقت لا بالظبط هو لان هو مستر جوزيه الراجل ما كانش طبيعي برضه خد بالك ذكي جدا 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 لا لا شخصيه ذكيه جدا دي اللي نجحته طبعا قويه جدا وذكي جدا بيحب النادي الاهلي بطريقه مش طبيعيه بيحب لعيبته قوي بيدافع على لعيبته ويعرف يلم لعيبته كويس قوي انت اشتغلت معانا سنه ميدو انت حسيت بالموضوع ده هو بقى في دي انا اشتغلت معاه فتره كبيره جدا هو كده بيحب لعيبته قوي بيحافظ عليهم قوي طبعا ده عماد متعب عماد متعب يعني في ال 18 وزي ما بيقولوا في الصندوق نمره واحد اللحظه اللي بتكلم فيها دي مفيش زي عماد متعب في الحته دي عشان كده دايما كان عنده ثقه فيه مش طبيعيه يحصل مشكله عماد مصاب عماد عيان يجي يلعب نفس الكلام مع كابتن حسن شحاته عشان لازم ندي كل الناس حقها كابتن حسن شحاته نفس الكلام كان بيحب عماد قوي وكان دايما يلعب عماد دايما في ثقه في عماد عشان كده عماد تحس ان كان في ابداع انا مدير فني وبديك حاطط ثقتي فيك انت كميد راس حربه بتاع فانت هترد الثقه دي ازاي ميدو بالظبط بالاهداف مش حركه بالشغل حتى مش تجيب اهداف بالظبط لكن تحس ان انا موجود انت ثقتك فيا انا لازم ارد لك الثقه الكبيره انت تهاني يعني في لعيبه يا كابتن لما بيبقى نجم قوي زي عماد كده خلينا نتكلم صراحه يعني عماد متعب نجم كبير جدا طبعا. جدا منتخب مصر نادي الاهلي بطولات هداف من العيار الثقيل جدا الفريد جدا كمان حاجه جميله قوي محبوب الجماهير معشوق الجماهير الاهلاويه كمان ما قدرش يرجع يقول انا عماد متعب انا عايزك انت تقول لي انت عماد متعب وانزل خلاص انت عماد متعب مش وريني عماد متعب ده اللي عانى منه طبعا. في حد تاني يقدر يرجع عماد متعب تاني بس مش عماد مش عماد مش نوعية عماد عماد واخد على طبيعة معاملة معينة شغل معين دايما هو وصل له الإحساس ده إن ثقة المدير الفني فيك كبيرة جدا 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 من أيام هو صغير على فكرة ما هو في الناشئين هو عماد متربي على كده فعماد خلاص الطبع كده والتربية بتاعته كده فخلاص هو عماد محتاج معاملة مش خاصة كدلع لكن معاملة خاصة إنك إزاي دايما تقول انا عندي ثقه فيك مش انت بقى كويس عشان انا اثق فيك بالظبط بتفرق قوي مع النوعيه دي بالزبط. في ناس لا هيقول لك لا اشوفك الاول وتبقى كويس واديني انطباع انت كويس وانا هلاعبك اكيد عماد لا اكيد عماد انا هلاعبك عشان انا عندي في ثقه فيك كويس قوي ان انت عماد متعب بالظبط هو ده ميدو ده اللي انت كويس فيه. وفي اي وقت انا بثق فيك ده اللي كان بيفرق طب انا عندي سؤال انت عارف طبعا انا مش بتخبس عليك بس لا. عندي سؤال برضو عايز انا لازم اساله لك بصراحه ليه الكابتن حسام بدري ما عملوش كده مع ان الكابتن حسام بدري عاشر من مستر مانويل جوزيه فتره كبيره جدا وعارف عارف مين اللي كان بيثق فيهم مستر مانويل عارف ان دول اسلحه بلا حدود بالظبط طب ليه هي بتبقى سياسات هل ضغوطات هل هو عايز يعمل حاجه جديده لا كابتن حسام مش عايز يعمل حاجه جديده هو فتره مضغوطه كويس جامده جدا دايما مفيش حد زي حد يا ميتو يعني انا مش زيك انت يعني في دايما فروقات كابتن حسام البدري مش هو مستر جوزيه كل واحد دي سياسته كل واحد طباعه الاثنين ناجحين جدا والاثنين انا بحترمهم جدا وبحبهم جدا لكن كل واحد دي سياساته كل واحد ليه طباعه بس لما يكون قدامي مفاتيح نجاح يا كابتن علاء لازم برضو انت تفكر عندك ما هي المشكله انت عندك مفاتيح نجاح لكن عماد جه فتره بعت اصابه عقبال ما يرجع كابتن حسام مش كان مش عنده حته مستر جوزيه اللي هو مع عماد يبقى يرجع يلعب لان كابتن حسام كان عنده دايما في لعيبه كتيره وفي ضغوطات وفي لعيبه كتيره جدا وفي زحمه عنده
يعني ما هي مش اعذار اكتر ما هي دي حقيقه ان هو دايما كان عنده زحمه في المكان ده فما ما ينفعش حد يبقى يعني يبقى بعيد قوي ويرجع فتره عماده يلعب. يعني فتره عماد لما كان مع مستر جوزيه ما كانش في حد كتير كان دايما عماده في لافيو. حتى عماد لما كان بتحصل اصابه او اي حاجه ويرجع كان بيلعب على طول. هي دي كان فرق بين ده وده. لكن اثنين انا بحترم ارائهم جدا واثنين كانوا وحشين جدا لكن هي ده في فروقات تميده بين مدير فني حضرتك عشرت الاثنين فعشان كده لا ما انا بقول لك الاثنين بالظبط. مثلا مانويل جوزيه كان شخصيه زي ما حضرتك بتقول شخصيه مش بتتكرر كتير. لا لكن مدرب اللي هو ممكن نقول ايه يعني مدرب كوره لكن شخصيته هي اللي كانت منجحاه وده حاجه كل الناس بتتفق عليها. دي حقيقه. المدرب بقى من وجهه نظرك انت شخصيه ولا فنيات؟ طبعا الاثنين لما بيجتمعوا بتبقى حاجه دي جميله دي جدا. هي دي. لكن الفنيات من غير شخصيه هتخسر. وشخصيه من غير فنيات تروح في داهيه. تروح في داهيه طبعا. لان انا بتكلم على مدير فني النادي الاهلي. لو انت شخصيتك جباره وحاجه جامده جدا لكن فنيا ضعيف ما انت هتتعرف هتتشاف انك انت بتتعامل مع فريق كله نجوم. لكن لو فني لو شخصيتك قويه جدا وفنيا معقول مع فريق زي النادي الاهلي هتمشي العمليه. لو الاثنين موجودين زي المديرين الفنيين اللي جم في النادي الاهلي فانت يا حظك يا هناك انك شخصيه وفنيا عالي وفي النادي الاهلي فانت معاك المثلث بتاع النجاح لان هي مش لوحدها. عمر ما في مدرب لو انت معاك مدرب كويس قوي وفريق مش كويس وحش مش هتنجح والعكس. عشان كده دايما تعريف كره القدم لعبه جماعيه. يقول لك ما ينفعش اصل دايما يقول لك ايه هو المدرب ولا اللعيب. لا انت محتاج الاثنين. انا حتى لو اللعيبه كويسه ما محتاجه مدرب يتكلم انك مش هتسيبها تلعب كده بمزاجها. انت محتاج بالزبط. عشان كده دايما الفرق بالزبط. الكبيره عندها لعيبه كويسه ودايما بتدور على احسن مدير فني في كل العالم كده. ريال مدريد برشلونه النادي الاهلي نادي الزمالك في مصر الانديه الكبيره في كل الاماكن دايما تلاقيه بيدور على مدير فني قوي شخصيته قويه اسمه كبير وبيدور على لعيب الكره كويسه اللي في الاخر عايز بيفكر في البطولات عايز نجاح. واصل نجاح النادي الاهلي الكبير والبطولات الكبيره دي كلها ميدو ما جاش عشان كان عنده لعيبه كويسه بس. لا النادي الاهلي طول عمره عنده لعيبه افزاز في الكوره لكن طول عمره بيدور على المدرب الصح اللي يجمع اللعيبه دي ويعمل منها فريق نادي اهلي اللي هو يجيب له البطولات كلها. مع ان لعيبه النادي الاهلي كمان بيرضوا باي مدرب بالظبط وممكن يعلوا ويكبروا المدرب هي دي بالزبط. لكن محتاج في شويه فنيات في الملعب لازم. كابتن مباراه شفتها راحت النادي الاهلي وما كنتش متوقع ان هي هترجع تاني ورجعت. اهلي والزمالك 4-3 في كاس مصر اللي لسه بيجيبوا اهداف. والله ما شفتها. انا عارف انك ما شفتهاش دي. انا كنت في الجهاز الفني مع مستر جوزيه كابتن حسام. المباراه رايحه خلاص. لا هي مش رايحه هي راحت 2-0 كويس 4-3 ونفس اللي حصل هي طبعا مباراه يعني ليها ذكرى سيئه عندنا. نهائي كاس مصر برضه اهلي والزمالك سنه 92 دي كانت اخر مباراه ليا مع النادي الاهلي. انا وكابتن ربيع وكابتن ابو زيد محمود صالح خرجنا بعدها او مشينا بمعنى اصح او مشونا بمعنى اصح يعني لانك ما تعرفش تمشي من النادي الاهلي عشان كده بس بقول لك مشونا يعني عشان تمشي من النادي الاهلي دي انا ما اعرفش انا مجنون ممكن يعمل كده. لكن هي دي كانت برضه في كاس مصر. مجنون ليه؟ ما فيش حد في النادي الاهلي ويمشي. انا جنان طبعا حتى لو فلوس كتير. لا طبعا حتى فلوس كتير قوي قوي. ما انا بقول لك هي بتطلع منك تصريحات خلي بالك. ما تطلع تصريحات. انت بتطلع من بتطلع مني فلوس. ما اعرفش انا اصل انا لو لعيب في النادي الاهلي بلعب في النادي الاهلي انا مش هتمنى احسن من كده. جايز انا غلط على فكره مش لازم كل حاجه بقولها. لا والله صح. لا مش لازم كل حاجه بقولها معاك كده بس صح. انا عارف فيها طباع بقول لك في طباع بني ادمين كده. انا لو بلعب في النادي الاهلي او ما كنت في النادي الاهلي ما فكرش في حاجه ثاني. جايز الاغراءات الماديه كبيره جدا وزي بقول لك هرجع اقول لك حتى لو فكر وراح ما اقدرش الومه. بس الماتش بقول لك عليه ده 2-1 اهلي والزمالك في كاس مصر 1-0 وبعدين 1-1 رعب بالعال وخرجت انا وكابتن روزي كان بيلعب وانا قاعد بره بقول يا رب ما نوصل. والله يا ميدو يا رب ما نوصل اكسترا تايم. لان الزمالك كان وقتها اكتساح ايمن شوقي اكتساح للنادي الاهلي. فاول شوطه طاره ابو زيد فولو ايمن شوقي 2-1 خدنا الكاس. يعني هما اهلي وزمالك بالصدفه واحد وانا لعيب واحد وانا في الجهاز الفني. طب ماتش كنت نازل هكسبه احنا الاهلي نكسب كسبانين وفجاه خرجنا خسرانين تفتكر حاجه زي كده؟ لا ما بحبش افتكر الحاجات دي. ما تحبش تفتكرها؟
خلينا في حاجات كويسه بس. شايف الدوري ازاي يا كابتن السنه دي؟ صعب جدا. اه صعب ليه؟ بوجود نادي بيراميدز لازم تتكلم عليه ولازم تديله حقه، لان عمل حاله في الدوري الممتاز. شئت ام ابيت انت بقى تركيزك مع بيراميدز، نادي بدا كبير، لعيبه كلها لعيبه، معظمها لعيبه دوليه، لعيبه الدوري الممتاز. عشان بقى عشان اعرف انت بتتكلم في حاجه يعني. لا 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 ما انا بتكلم بنتكلم بنيجي بنتكلم، انا بقول لك لما نتكلم كوره نتكلم اكيد اللي هو يعني لازم الناس يعني أكيد. الناس شايفه طبعا، لكن هو دوري صعب. كان دايما يقول لك اهلي زمالك اسماعيلي ممكن المصري الكام سنه اللي فاتوا، لكن الوقت كمان في بيراميدز دخل المنافسه، معمول له مليون حساب من كل الانديه لحد الان ماشي كويس قوي، كل الامكانيات بتاهله ان هو يبقى منافس منافس على الدوري الممتاز. مش عايز اقول ان هو هي طفره وهتعدي، لا دي مش طفره وهتعدي، دي نادي معمول كويس قوي، فريق محترم جدا، عشان تكسبه لازم تحترمه كويس قوي. لكن هو عمل حاله في الدوري الممتاز، انا عجباني عن نفسي، ده رايي الشخصي. عمل حاله في الدوري الممتاز، الناس كلها بدات تهتم بيراميدز، لعيبه بيراميدز حتى المباريات اللي بيلعبها فالناس كلها بتتفرج يعني. متاكد من اللحظه دي الناس كلها مستنيه مباراه مثلا اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز، اسماعيلي وبيراميدز. بقى خلاص واخد من وجهه نظرك فضل. الحاله دي عملها ازاي؟ الحالة دي اتعملت ان هو بدأ كبير. ازاي برضو؟ بدأ كبير بال بال اولا بالاسم بكم اللعيبة الموجودة. لا هو الاسم مش كبير. بيراميدز. اه الاهرامات قصدك الاهرامات يعني؟ لا لا هو غير الاسم، جاب اسم برضو غير الاسم. تمام. الاسيوطي غير اسم بيراميدز. تمام. اسم غير الاسيوطي خالص. مع احترامنا الكبير طبعا لل طبعا الاسيوطي حاجة جميلة طبعا. هو الـ هو الـ هو البداية هو الـ الـ البداية نفسها. بادئ كبير، بادئ بلعيبه غاليه جدا، اسعار غاليه جدا، بادئ. طب ده ما قلقكش شويه يا كابتن علاء؟ من ناحيه الاسعار اللي بقت هتيجي ازاي؟ هي الاسعار، بص يا ميدو، هي اسعار طبعا جامده جدا 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 جدا، ممكن تعمل اغراء لاي لعيب كويس. دي حاله موجوده، وعلى فكره اسعار في كل الدنيا كده، في كل البلاد كده، لكن احنا بالنسبه لنا احنا كمصريين او بالنسبه للدوري المصري حاله غريبه ان الاسعار بتوصل للعيبه دي. عشان كده بقول لك انا الفريق حاله، عمل حاله جامده جدا من اللعيبه، من الاسعار، مكافئات، غصب عن اللعيبه دي هتادي احسن اداء عندها. طب واللعيبه الثانيه؟ لان في حافز من ناحيه اللعيبه الثانيه، لعيبه الانديه الثانيه لما تبص على كم المكافئات وكم الفلوس كم طول عمرها في فرقات. لا كانش كده مع النسب مع الوقت يعني. ماشي انت جاي النادي الاهلي منين؟ من بترول اسيوط. بترول اسيوط كان بياخد نفس مكافات النادي الاهلي وقتها. هو مش عايز اتكلم خلاص، يبقى مع الاحترام الكبير لبترول اسيوط، عشان كده بقول لك دايما الفروقات موجوده. لكن اللي اتقال يا ميدو ايه؟ ان المبالغ بقت عاليه قوي، الفروقات بقت كبيره، لكن هي حاله مسموح بيها. انا الحاله عجباني نفسها. تمام. انا الحاله باللعيبه ماشي تكمل فلوس عالي جدا، شويه شطه في الدوري كده، هي مش شطه عاديه. انت فاهمني؟ انت بالمكافئات بالاغراءات بيك حلو الكلام ده كله، في الاخر انت هتتفرج على دوري قوي. هو ده اللي انت عايزه، حاله معموله صح، استثمار صح، ليه لا؟ الفلوس بتدفع كتير جدا، لكن حاله استثماريه، حاله كرويه اتعملت في الدوري الممتاز، من الطبيعي ان تتكلم عليها، لازم تتكلم عليها. تمام. النجاح بقى او عدم النجاح دي تحكم عليها بعدين، لكن المؤشرات بتقول ان الامور لا مش اربع خمس ماتشات وطفره وتنتهي، لان اللعيبه كلها لو بصيت عليها ميدو، لا اللعيبه من اللي هي لعيبه كره موجوده كلها في الدوري المصري، امتيازات اعلى، حوافز ودوافع كبيره قوي، واللعيب كره مش عايز غير كده. تمام. حضرتك شايف ان الدوري عشان يبقى كويس لازم يدخل فرقه زي بيراميدز او ايا كان المسمى ايه، ولا في مؤهلات تانية عشان الدوري بتاعنا يعني يليق باسم مصر؟ بس هخليك تجاوب، لكن نروح لمحمد سعيد عشان يطمنا على النادي الاهلي في غينيا، ونرجع لحضراتكم مع النجم الكبير جدا جدا ومعشوق كل اهلاوي علاء ميهوب. اتفضل يا محمد. شكرا ليك كابتن ميدو، والشكر موصول للكابتن علاء ميهوب نجم مصر ونجم النادي الاهلي. بالطبع جماهير النادي الاهلي في هذه اللحظات محتاجه تطمن على بعثه فريق الكره اللي بالتاكيد في غينيا بيستعد لمباراة الذهاب أمام فريق هورية كوناكري في الدور ربع النهائي. مباراة الذهاب مباراة صعبة جدا، مباراة مهمة لفريق النادي الأهلي زي ما انتم شايفين قدامنا في هذه الصورة. طبعا بعثة فريق النادي الأهلي داخل فندق الإقامة بعد ما وصلت بالأمس، رحلة طيران استمرت حوالي 11 ساعة
رغم ان كانت السفر عبر طائره خاصه، لكن قدر النادي الاهلي من خلال مجلس الاداره وجهاز الكره ان هو قدر يختصر يعني مسافه السفر في 11 ساعه، لان السفر كان من خلال الطيران العادي كان هيستغرق حوالي 22 ساعه، بتتكلم في يوم كامل سفر عبر ترانزيت لاكثر من دوله افريقيه، فبالتالي كان هيبقى في حاله اجهاد كبيره جدا على الفريق، وده اللي خلى اتحاد كره القدم ولجنه المسابقات اجلت مباراه الاهلي والداخليه اللي كان مقرر ليها الامس الثلاثاء. زي ما انتم شايفين ده فندق الاقامه، يعني طبعا الاجواء هناك في غينيا ما تختلفش كتير عن الاجواء في العديد من الدول الافريقيه، طبعا قدر الامكان تعتبر بتتكلم في الاقامه تعتبر جيده، ليست طبعا بالاقامه في العديد من الدول زي جنوب افريقيا او كوتيفوار او حتى في شمال افريقيا، لكن الجو بشكل عام يعتبر جيد، جو طبيعي، الاقامه تعتبر كويسه لو بنقارنها بدول اخرى، مثلا لو الاهلي كان سافر الى الكاميرون في مباراه القطن الكاميروني، لكن بالاجواء اللي احنا شايفينها في الاوتيل طبعا في هذه اللحظات شايفين الفريق دلوقتي داخل للمحاضره، يمكن دايما الجهاز الفني بيبقى حريص ان هو يعقد محاضرات فنيه صباح كل يوم في التواجد في المعسكر المغلق او في السفر حتى في السفريات الافريقيه، المباراه لسه ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 6 بتوقيت القاهره، لكن الجهاز الفني بيبقى حريص دايما ان بعد الغداء مباشره الساعه 2 الظهر دايما الفريق بيكون متواجد داخل احدى القاعات في فندق الاقامه عشان بيعقد الجهاز الفني محاضره فنيه يوميا، وده بيبقى شيء متبع من الجهاز الفني خاصه في ظل ان خلاص المباراه بتبقى باقي عليها ايام قليله جدا، فبالتالي بتكون حريص اللي انت تدخل كمان الفريق في اجواء المباراه ويتفرجوا على الفريق اللي هيلعبوه، وفي نفس الوقت كمان يشوفوا بقى ابرز النقاط الايجابيه وابرز النقاط السلبيه وحرص الجهاز الفني والتعليمات اللي ممكن الجهاز الفني يعطيها للاعبين استعدادا لهذه المباراه. باتريس كارتيرون اصطحب معاه في هذه المباراه وفي هذه الرحله 23 لاعب من اصل 28 المقيدين في القائمه الافريقيه بعد طبعا رحيل عبد الله السعيد وبكماني الجنوب افريقي، لكن هناك 5 لاعبين مصابين في هذه المباراه الجهاز الفني ما اصطحبهمش، شايفين طبعا الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ورئيس البعثه مع طاقم السفاره والقنصل طاقم السفاره الاداري بالتاكيد في سفاره مصر في غينيا، وبالتاكيد كمان الكابتن سمير عدلي المدير الاداري اللي سبق البعثه ب 48 ساعه واللي خد بقى رحله السفر اللي بجد 22 ساعه عشان يقدر يرتب كل هذه الترتيبات. طيب لمزيد من التفاصيل بينضم لنا دلوقتي على الهاتف زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من غينيا. كريم اولا برحب بيك وحمد لله على السلامه. الو؟ طب يبدو اننا فقدنا الاتصال بزميلنا كريم احمد، هنحاول يعني نرجع لنا تاني. شايفين طبعا في هذه اللقطات يمكن الفريق بعد المحاضره مباشره بيتوجه الى ملعب يعني التدريب مش ملعب المباراه، النهارده الاربعاء فبالتالي لسه باقي حوالي 48 ساعه المباراه، فطبقا للوائح الاهلي بيختار احدى الملاعب الفرعيه بيتمرن عليه. الكابتن سمير عدلي كان عمل زياره للاتحاد الغيني لكره القدم صباح اليوم للاتفاق على احدى الملاعب الفرعيه هناك. جيل صناعي وهذا الملعب انشئ خصيصا من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا كدعم للاتحادات الافريقيه، وبالطبع الاتحاد الغيني من ضمن هذه الاتحادات انشئ ملعب ليه من قبل الاتحاد الدولي، ملعب يعتبر مناسب وجيد، هنشوف ليه لقطات تباعا بعد هذه اللقطات الخاصه والحصريه فقط على شاشه قناه النادي الاهلي. شايفين حاله طمرح كمان من احمد فتحي لاعب فريق النادي الاهلي، دايما متواجد في السفريات بيكون في حاله جيده وفي حاله كده من الاستعداد النفسي كمان لعدد من اللاعبين لهذه المباراه. الجهاز الفني شايفين مايكل ليندمان مدرب الاحمال شريف اكرامي، دي اللقطات اللي قدام فندق الاقامه، الفريق على طول بعد المحاضره بيتجه عبر الحافله والاتوبيس، وشايفين حتى كمان في تامين متواجد امام الاتوبيس وامام الحافله الخاصه بفريق النادي الاهلي. كل هذه الاجراءات بتتم بالتنسيق من الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام مع الكابتن سمير عدلي اللي سبق البعثه قبل السفر الفريق ب 48 ساعه عشان يحضر كل هذه الظروف بحيث ان الفريق لما يوصل يكون فندق الاقامه محدد فيه الغرف، الاتوبيس والحافله تكون محدده بالنسبه للفريق، ملاعب التدريب ايضا تكون محدده، التنسيق مع الجانب الغيني اللي كان فيه 2 اداريين من الجانب فريق حراك ونكري كان متواجد في مطار الفريق طبعا لما وصل كان في الاستقبال وسهل اجراءات السفر واجراءات الدخول الى غينيا.
ضمن لقطات فريق النادي الاهلي حاليا في ملعب التدريب، زي ما قلت لكم ملعب نجيل صناعي، لكن طبقا للرؤيه الفنيه الملعب يعتبر جيد او الافضل حتى لا يتعرض لاي من اللاعبين لاي اصابات، لان كمان في رحله تاونشيب كانت في مشكله كبيره جدا في ملعب التدريب، ويمكن افضل ملعب كان على مسافه حوالي 40 دقيقه من فندق الاقامه. وفي احدى التدريبات فضل الجهاز الفني انه يقتصر التدريب على مده نصف ساعه الجانب البدني خوفا من تعرض اي لاعب لاصابه بعد اصابه وليد ازارو. فبالتالي هذا المران بيكون تدريب خفيف. بعد تدريب الامس للفريق بعد ما وصل لفندق الاقامه كان في تدريب استشفائي كده بسيط، لكن النهارده تدريب خفيف، بكره التدريب بقى الرئيسي على ملعب المباراه. الملعب حالته يعني نجله الملعب مش سيئه، حاله تعتبر جيده، بتقام عليها مباريات المنتخب الغيني في التصفيات الافريقيه وتصفيات كاس العالم. سبق لمنتخب مصر لعب على هذا الملعب منذ حوالي سنتين او ثلاث سنوات، وعدنا بانتصار كبير جدا من غينيا. لكن شايفين 23 لاعب حاليا بيؤدوا تدريباتهم على الملعب النجيل الصناعي التابع لاتحاد الكره الغيني. علي معلول قدامنا في الصوره التحق ببعثه فريق النادي الاهلي، والجهاز الاداري كان فضل ان علي معلول ما يقعدش من سوازيلاند الى القاهره ثم السفر مع الفريق، لانه كانش هيلحق الفريق في القاهره. فبالتالي فضل الجهاز الاداري والجهاز الفني ان يكون علي معلول سفره من سوازيلاند بعد اداء مباراه منتخب بلاده منتخب تونس اللي فاز فيها على سوازيلاند بهدفين مقابل لا شيء، يلتحق مباشره من سوازيلاند الى بوتسوانا والى غينيا. وصل اليوم صباحا وكان في استقباله الكابتن سمير عدلي المدير الاداري، وبالطبع زي شايفين قدامنا في هذه اللقطات ايضا كمان سليف كوليبالي انضم الى بعثه فريق النادي الاهلي، كان عنده مباراه مع منتخب مالي امام جنوب السودان واحرز هدف ضمن الاهداف الثلاثه اللي فازت بها مالي على جنوب السودان. فبالتالي خلاص يعني اكتمل العقد او اكتمل الشكل النهائي لقائمه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. 23 لاعب بالتاكيد غدا ان شاء الله حسب معرفتنا بباتريس كارتيرون في السفريات وفي المباريات الافريقيه بيحدد ال11 لاعب قبل المباراه ب 24 ساعه. اذا غدا باذن الله بعد اداء التدريب الاخير على ملعب المباراه ملعب حريه كوناكري هيكون في محاضره اخيره الجهاز الفني من خلالها يشرح بقى معالم خطة هذه المباراة ويحدد ال11 لاعب اللي هيبدأوا هذه المباراة. نتمنى بإذن الله يكون وليد سليمان في حالة جاهزة وحالة بدنية وفنية طيبة جدا للحاق بهذه المباراة، خاصة أن آخر تدريب أو في التدريبات الأخيرة قبل السفر كان تعرض وليد لإصابة كده كدمة خفيفة في القدم، والجهاز الفني بيحاول قدر الإمكان يعني يلحق وليد سليمان بهذه المباراة. وليد في هذه المباراة عليه دور كبير جدا، خاصة أن الجبهة اليمنى اللي هيقودها وليد إن شاء الله في هذه المباراة هيكون لها دور كبير جدا في هذه المباراة نتيجة ضعف الجبهة اليسرى في فريق حرية كوناكري. وبالطبع كمان النقطة اللي بيتميز بها الأهلي في الفترة الأخيرة الكرات العرضية والتسديد، دي نقطة إيجابية للأهلي، هي نقطة سلبية في فريق حرية كوناكري الغيني اللي عنده مشاكل أكتر في خط الدفاع وفي الأطوال في خط الدفاع. فبالتالي كل هذه الأمور الفنية مع تحديد التشكيلة كل ده هيتضح بكرة. مصطفى كمال مدرب حراس المرمى مع ثلاثي حراس المرمى في تدريب شريف إكرامي وأيضا علي لطفي ومحمد الشناوي. طبعا التدريب البدني اللي في البداية ده جزء مهم جدا لمايكل ليندمان، وما تستغربوش قوي خلال الفترة الأخيرة حتى كمان لما تلاقي الجهاز الفني بيعمل استريتشات يوم المباراة أو حتى في صباح يوم المعسكر المغلق في غينيا، قدر الإمكان بيحاول الجهاز الفني والجهاز المعاون ان هو يخفف حمل البدن شويه او يهيئ عضلات اللعيبه شويه للمباريات، بالذات لما بيكون في معدلات وقت سفر طويل. يعني خلال الفتره الاخيره ما بين سفريات افريقيه ومباريات دوري الجهاز الفني قدر الامكان بخلاف التدريب المسائي كان بيبقى في تدريب بعد الفطار داخل الاوتيل او في الحديقه الملحقه بالفندق، بيكون في تدريب خفيف عشان يقدر يعني يخفف شويه الاحمال البدنيه او يعمل استرتشات للعضلات عشان ما يكونش فيه اي احمال بدنيه زائده او ما يكونش فيه اي حمل بدني او عضلات تتعرض لاي اصابات خلال الفتره الاخيره. عندنا طبعا مروان محسن اصيب في مباراه منتخبنا الوطني امام النيجر وهيغيب للاسف لمده ثلاثه اسابيع. عمرو السوليه ايضا الجهاز الفني بيحاول يلحق به خلال الفتره القادمه. ميدو جابر عناصر مؤثره وعناصر اساسيه، بالاضافه لده كمان اصابه جونيور اجايه.
فبالتالي كل هذه الإصابات للأسف كانت إصابات مؤثرة، لكن إن شاء الله هذا الفريق إن شاء الله يكون عنده القدرة أنه يتخطى فريق حرية كوناكري الغيني، وهدف هدف إن شاء الله الأهلي بإذن الله هناك في غينيا هيكون شيء إيجابي لفريق النادي الأهلي، لأنه لما يرجع بإذن الله من غينيا وأحرز هدف أو يفوز بالمباراة هتسهل عليه المهمة بشكل كبير جدا في مباراة العودة اللي هتكون إن شاء الله بإذن الله حتى هذه اللحظات في استاديو السلام، نتيجة أن حتى هذه اللحظة اتحاد كرة القدم من خلال الخطابات الأمنية لم يحدد بشكل نهائي مكان إقامة هذه المباراة بعد تخطي الموعد الرسمي اللي كان حدده الاتحاد الأفريقي يوم 2 سبتمبر الماضي في التأكيد على إقامة المباراة على برج العرب، نتيجة أن ملعب برج العرب خلال الفترة الأخيرة ما استوفاش الشروط المتعلقة بحضور نسبة 75% من ساعة الاستاد في المباريات. عموما هذا الملف ملف الملعب هيتحدد تحديدا إن شاء الله خلال الساعات القادمة، والموضوع ده هيكون حديث الجميع خلال الفترة القادمة، لكن إن شاء الله نتخطى أولا مباراة الذهاب في غينيا يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت القاهرة 4 عصرا بتوقيت غينيا، وإن شاء الله الفريق يعود بنتيجة إيجابية تساعده على مباراة العودة. شايفين الكابتن محمد يوسف واقف مع باتريس كارتيرون في منتصف الملعب، ده الجزء اللي بعد الجزء البدني اللي بيقوده مايكل ليندمان، مع طبعا قدامنا كمان الباقي اللاعبين في منتصف الملعب، ثم بقى الجزء الفني والجزء التكتيكي اللي بيكون في الساعة الربع الأخيرة أو 45 دقيقة الأخيرة من التمرين بيحدد فيها في الجهاز الفني المعالي اللي ممكن يؤدي بها اللعيبة هذه المباراة، الأداء الهجومي الأداء الدفاعي التعليمات الفنية، كل هذه النقاط بالتأكيد الجهاز الفني بيشتغل عليها في هذه التدريبات. لكن تدريب النهاردة ما استمرش أكتر من حوالي ساعة وربع، كان في أكتر جزء منه على الكرات العرضية. عموما نتمنى يا رب التوفيق لفريق النادي الأهلي في تخطي هذه المباراة الهامة جدا اللي هيقودها حكم تونسي يوسف السريري، حكم دولي يعني عنده 41 سنة، هو مدرس ابتدائي في تونس، لكن حكم بيتميز بالقوة، عنده قرارات جريئة في العديد من المباريات، يمكن ظلم الأهلي في عدد من المباريات الأفريقية الأخيرة تحديدا أمام الوداد البيضاوي المغربي، لكن حكم يعني مشهود لي بالكفاءة في التحكيم الأفريقي، وسبق لي العديد من تحكيم العديد من المباريات للفرق المصريه سواء الاهلي او الزمالك او المصري او انبي، وكانت اخر مباراه ليه مع المصري امام الهلال السوداني في بورسعيد في الجوله الاخيره في دور المجموعات بكاس الكونفدراليه. تلك هي الاطلاله والمتابعه الخاصه لجمهور النادي الاهلي خاص وحصريا على قناه الاهلي مع بعثه فريق النادي الاهلي في غينيا استعدادا لمباراه حرية كوناكري في ذهاب دور الربع النهائي. اليك الكلمه كابتن ميدو. شكرا يا محمد، يعني تغطية مميزة جدا من زملائنا علشان نغطي لكم أو نخليكم عايشين معنا لحظة بلحظة معسكر النادي الأهلي إن شاء الله في غينيا، إن شاء الله يأتي بثماره ويرجعوا إن شاء الله بمكسب يليق باسم النادي الأهلي. محمد سعيد خد خبرات خلاص، عارف تمرين فين في نص الملعب هيعملوا إيه شكرا ليك جدا يا محمد سعيد. قبل التغطية كابتن علاء كنا بنتكلم عن شكل الدوري، وكنت حضرتك بتقول ان فريق بيراميدز عمل شكل الدوري وعمل شكل مميز بالشكل بتاعهم، لكن شايف ان هو ده اللي يخلي الدوري قوي؟ احنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين نلعب على ملعب السلام ولا ملعب برج العرب. ما دي مشكله كبيره على فكره، يعني مشكله كبيره جدا يعني انا بفكرك بس يعني ممكن ملعب تحدد طبيعي جدا، لكن لسه يعني ربنا يسهل. لا مش 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 بيراميدز بس هو اللي عامل لك الحلقه الدوري، لكن ان ده بتتكلم على فرق مقدمه هي اللي بتعمل حته المنافسه وحته الحماس في الدوري، لكن الدوري السنه دي تحس انه مختلف شويه ميدو، حتى الفرق اللي صعد دوري ممتاز انا من رايي عجب بدايه ممتازه يعني الجونه عجبني قوي، الجونه عجبني النجوم غلب امبارح من المصري 5-3 لكن بيأدي كوره حلوه عنده كان حرجه المصري امبارح بالظبط يعني تخيل 5-3 بعد المباراه الناس كلها قالت انتهت، فتحس ان فريق كره بيلعب كره كويسه لحد اخر ثانيه فريق خطر، فتحس ان الدوري قوي. المقدمه طبعا عليها صراع شرس جدا بالزبط. وفي فرق كتير قوي عايزه حته الهبوط مش عايزه الهبوط ده، في فرق لسه مش موجوده لحد الان وفرق كبيره يمكن على راسها المقصه برده لسه مش ده المقصه خالص بعيد كل البعد، عشان كده بقول لك الدوري هيبقى صعب، الفرق المشتركه في اكثر من بطوله هيبقى فيها شويه معاناه لازم حته التنظيم ده تعمله كويس قوي، عشان كده برضه هيبقى الصعوبه في دي، هو مش عايز يفقد المنافسه في الدوري الممتاز، عايز يبقى دايما في المراكز الاولى، فشكل الدوري لا شكل البدايه انا عجباني متفائل ان الدوري السنه هيبقى دوري قوي. المقصه مش هي ليه؟ بص على نتائج جميده المقصه ما فيش اي نتائج خالص، الاداء لسه لحد الان مش مقنع، غريبه شويه جدا طبعا في اكتر من لاعب مش موجود، وفي اكتر من لاعب كان عنده اصابات مع كابتن طلعت من الحظ السيء،
لكن المخصصة تكتبها بعيد قوي ومش دي المخصصة اللي هي بتاعت السنين اللي فاتت في الدوري الممتاز كويس، فتحس ان لسه مش ده المخصص. عجبني الاتحاد البدايه السنه دي بدايه حلوه قوي، كابتن محمد عمر ما شاء الله ماشيين كمان ماشي كويس جدا، دوري وبطوله عربيه مأدي اداء كويس جدا. الاهلي في ظل بقى الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه هيكون فين في الحته دي؟ اكيد طبعا انا عارف حضرتك بتتكلم ازاي، لكن هيبقى في شويه صعوبات هيقابلها مش زي السنين اللي فاتت. صعوبات اكتر منافسه شغال فيها النادي الاهلي، اكتر من منافسه النادي الاهلي بيخش بطوله عايز والله اكتر من جبهه مفتوحه، اكتر من جبهه والجبهات كلها مطالب انك تبقى الاول. انت ما تفكرش البطوله عشان كده هي الصعوبه تبقى هنا. النادي الاهلي باي بطوله داخلها انا عايز البطوله دي، هنا الصعوبه. في ظل في برضو شويه اصابات كده بتجيلك صعبه شويه، وده القلق بقى ميدو، ان انت الاصابات ممكن تعطلك شويه، مش هتعطلك انك تبعد، لكن هتضايقك في بعض الماتشات، تبقى ماتشات صعبه. عشان كده دايما النادي الاهلي بكل لعيبته بقوا جاهزين، لان الدوري الموسم طويل جدا، الارتباطات كتيره قوي، كم بتلعب على كم جبهه، فاهمني؟ الى جانب لعيبه المنتخب بيتاخدوا منك وبيروحوا المنتخب الاولمبي، هي دي مشكلتك بقى، انك لعيبه كتير قوي بتتاخد منك خلال الموسم، منتخب اول، منتخب اولمبي، منتخب شباب، فلعيبه كتير بعيده، اصابات ممكن تضايقك، لكن رغم كل ده انت بتلعب على بطوله ومطالب تاخدها، واللعيبه عارفه كده، اللعيبه عارفه ان البطوله لازم تاخدها. نفس الكلام عند الجماهير، من هنا تيجي الصعوبه. بس انا مش قلقان من اداء لعيبه، من مستوى لعيبه، من مستوى مدير فني، لا انا بقلق بس من اللي هو الموسم يبقى صعب على النادي الاهلي، ارتباطات كتير قوي، حتى اصابات ممكن تعمل مشكله. كابتن علاء، لو قلت لك قدم ورقه كده فيها نصايح لباتريس كالتيرون، هرفض. ليه؟ معقول انا ما توقعتش اللي جاب؟ لا ما بحبش ادي نصايح حد اكبر مني او في مجالي، انت فاهمني؟ يعني لو نفس مجالي واصغر هتكلم طبعا واقول له كذا كذا، لان اكبر مني ومدير فني النادي الاهلي بتبقى بالنسبه لي بحس ان انا بحس انها كبيره شويه. ماشي، انا مش هتكلم بس ممكن اقنعك، خلي بالك. اتفضل، خلاص المايك معاك. يعني لا يعني اقنعك ان انت خبرات ما شاء الله في نادي الاهلي، ماشي، عارف كل ظاهره كبيره كويس. ممكن اكيد عندك كلام ممكن تقوله له يخليه يشوف اكتر. لا هو راجل خبره كبيره. لا لا لا، بصرف النظر. طب استنى، ما انت وانت بتتكلم بتدي نصيحتك لمين؟ للي اقل منك خبره، اللي اقل منك نصيحه، اللي اقل منك ممارسه. ده راجل ما شاء الله سنه اكبر، ممارسته افريقيا. انا اقنعتك اهو. لا ما اقنعتنيش، مدير فني النادي الاهلي، فاهمني؟ بس ما اقنعتنيش. نفس دايما الصعوبه ما تدي نصيحه في نفس مجالك، هي دي الصعوبه يا ميدو. سنه اكبر منك، لكن اصغر منك اتكلم. هو انا حبيت انصحك انت، انصحك طبعا. طب اقول لك على حاجه. اتفضل. هو من الطبيعي والصحي ان انا لما اروح مكان اعرف مين الناس اللي معجونين بالمكان ده واجيبهم واقول لهم انتوا ايه الاخبار وشايفين الدنيا ازاي، ممكن تنصحوني ايه، ممكن تقولوا لي ايه. اكيد دول هستفيد منهم كتير جدا، حتى لو كانوا اصغر مني سنا وحتى لو اقل مني خبره. هقول لك، هو اكيد عارف النادي الاهلي، الموضوع منتهي تمام. وفي ناس عرفوه بالنادي الاهلي، وانا لما راح النادي الاهلي اكيد هو عارف رايح فين. زيك؟ اتفضل. عارف النادي الاهلي زيك؟ ايه ده؟ عارف النادي الاهلي زيك يعني؟ لا زي، لا طبعا. عشان انا قاعد في النادي الاهلي من زمان. ماشي، خلينا نعدي السؤال ده. طيب خلينا نعدي السؤال ده. طب لو شايف مراكز النادي الاهلي محتاجها هيكونوا فين؟ مدافع نص ملعب. افكر الناس بس، عندنا اثنين باكات رايت منتخب مصر، احمد فتحي اكيد هيروح، اكيد هيروح يعني. عندنا كبيره جدا يعني، اكيد هيروح. هو اتكلمه بطريقه كويسه جدا، قال لك ان احنا لما نحتاجه في تجمع يكون بفرق ماشي، هنقول ماشي، حتى تصريح مقبول، ماشي مقبول. لكن اصل احمد فتحي يعني. المهم، اتنين باكات منتخب مصر رايت، اتنين باكات منتخب تونس ومنتخب مصر برضو بعد ما دخل ايمن باكات ليفت. عندنا مساكين سعد سمير، وعندنا كل عندك وفره، عندك وفره يعني، عندك احمد علاء، وعندك محمود الجزار، باستثناء المكان اللي حضرتك، ورامي ربيعه ان شاء الله ما يرجع. المكان اللي بقى المساك الراجل مدافع في نص الملعب، هو ده اللي محتاج فيه تدعيم. بس مش اكتر من كده. شايفه تدعيم مصري ولا تدعيم افريقي؟
على حسب، لو في حاجه لو في افريقي ممكن ليه لا. لو مصري بالمواصفات انا مش مستجوبك والله، ما بتطلعش لا لا خالص والله. انا هقول لك على كل حاجه اللي هو المسموح، انا ما بقولش حاجه يعني تمام. مخبيها تمام. لو مصري في المستوى اللي انت عايزه في النادي الاهلي او اللي انت بتشوفه في النادي الاهلي ليه لا. وفي على فكره بس مش هقول اسامي طبعا، في ناس في ناس في مصر مستواها يعني يأهلها النادي الاهلي وبيلعبوا في نفس المكان ومتابعينهم كويس وبنشوف برضه في نفس الوقت اللعيبه الافارقه. يعني ممكن نسمع ان النادي الاهلي جاب ممكن طبعا في وسط طبعا الملعب قريب. انا بقول لك احنا اخر صفقات كلها كانت مع كابتن عادل عبد الرحمن اللي هو السن 97 اللي هو الجيل الثاني اللي هو بعد النادي الاهلي. الناس لعيبه كلها مميزه وعلاء عادل كمان عامل شغل كويس جدا معاهم. اللي هو ميدو زي ما بقول لك في بدايه الحلقه بتفكر في حته اللي احنا بنتكلم فيها، المغالاه في الشراء كتيره جدا. فانت بقى عندك في كل مركز فيه 2 3 في فوق في الفريق الاول، وعندك بقى تحت السن الصغير اللي انت بتعده اللعيبه كلها لعب الدوري وممتاز ما عندهاش مشكله. عارف يا كابتن يعني المغالاه في الشراء دي حاجه جميله جدا النادي الاهلي. ازاي اللي هيجي لك هيكون جاي لك حبك جدا وعايزك جدا ومفضل عليك كل حاجه في الدنيا وعايز الاهلي بس. طبعا ده اللي فكر صح. ده اللي بيفكر في المستقبل، ده مش بالزبط. بيفكر تحت رجله، بيفكر في النادي الاهلي مستقبلي وتاريخي وحياته كلها في النادي الاهلي، والحته الماديه هتيجي لان بالزبط. ده ما شاء الله ده نادي بطولات بالزبط. هتتعوض كويس والكلام ده كله. هو ممكن من وجهه بيفكر صح، بيفكر كويس قوي فيها بس هو ما يكون السن الصغير. سن الصغير بقى يفكر صح يعني اي حد سنه صغير وجات له فرصه في النادي الاهلي دي ما فيهاش تفكير، دي ما تفكرش فيها، لازم اروح على طول. وان انا اختم حياتي في النادي الاهلي متعه وبعدها متعه احلى حاجه في الدنيا. برضو موضوع صعب. طبعا موضوع صعب جدا. يعني فعلا انا بقولها على الهواء، الله يكون في عون اللعيبه في وسط الاغراءات اللي محطوط فيها اللعيب. الله يكون في عونه، لكن طبعا اللي يعرف قيمه النادي الاهلي ده موضوع مختلف تماما. بالظبط. هو اللي مفكر واخد القرار. الاغراءات كتيره والحياه بقت صعبه جدا. هو حر، هو في الاخر صاحب القرار. في واحد بيفكر ان هو مجرد انتمائه للنادي الاهلي دي حاجه لا تقدر بثمن. ممكن يقول لك لا ده تفكير قديم قوي، ده على ايامكم يا عم الوفاء والانتماء والحاجات دي كلها والنادي الاهلي، لكن دي حاجه ابديه عمرها ما هتبقى موجوده. طول ما في حياه في نادي اهلي، في انتماء، في حب، في 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 دي وجهه نظر. وجهه نظر يقول لك لا انا عايز بعد ما بطل على الاقل معايا فلوس كويسه انا واهلي واعيش تفكير محترم. هي كلها وجهات نظر في الاخر، هنا صح وهنا صح، وكل واحد بيفكر في حاجه شايفها صح بالنسبه له. واحد بيفضل ان هو حته الانتماء دي عنده بالدنيا. واكيد الامور الماديه دي هتيجي، انت بتلعب في النادي الاهلي نادي بطولات وكل حاجه بتيجي بيعوضها. وفي واحد يقول لك لا طب ما نضمن الاول الناحيه الماديه وهلعب كوره وهادي ومستقبلي ولادي ومستقبلي يعني كل يعني هنا صح وهنا صح. وفي الاخر انت بتقرر مش حد تاني. يعني لسه فكره المدير الفني في دماغك؟ طبعا هتجنن عليها. طبعا تتخيل ايه، انا لسه بقول لك من شويه انا متعتي كلها في المستطيل الاخضر. بتقعد مع نفسك كده بتشوف نفسك قاعد على كرسي رئيس الجهاز الفني للنادي الاهلي؟ انا بقعد مع نفسي بلوم نفسي في حاجات كتير جدا. قول لي. اولا انا شخصيه غبيه كرويه، بمعنى في قراراتي. لان دايما بقعد كده بقول انا لو الزمن رجع تاني مش هلعب على الاصابه، ليه العب على الاصابه؟ انت فاهمني؟ بتيجي عليك وقت ما تفكرش في نفسك، بتفكر تفكر في ناديك في ناديك. ماشي الكلام ده كله كويس، ما انت برضه لو عندك اصابه وتتعالج او تعمل عمليه وترجع ما انت هتفيد ناديك. بس انا يعني ده كلام بيحصل بيني وبين نفسي. انا تفكيري غبي كرويا، مش في الماتشات الحمد لله كنت ذاكر في الماتشات، لكن القرارات اللي فيها كوره ودايما كان فيها نادي اهلي وماتشات تحس ان قمه الغباء اللي في الدنيا. انا الدكاتره يا ميدو كانوا بيتجننوا مني. واحد مصمم يلعب وعنده قطع في الغضروف والدنيا بايظه، هلعب يعني هلعب، هاخد حقنه يعني هاخد حقنه. بس لو رجع بيجي الزمن مش هتعمل كده. لا مش هعمل كده. مش هعمل كده. الحاجتين مهمين جدا اكيد، برضو الحاجه مصلحتي واكيد مصلحه ناديه. بالظبط. بس كده هتقع، انت مصاب. بالظبط. وده اللي حصل، وخلاص جت اصابه ومشيت من النادي. انت فاهم؟ طب ليه؟ فانا غبي كرويا، قراراتي غبيه جدا. حته ان انا العب كوره دي او ابعد عن الكوره كانت شبه مستحيله. انت كنت عايز تعاقبني
ابعدني عن تمرين بالزبط. او ابعدني عن مباراه والله العظيم يا ميدو مش تخصم مني فلوس ولا لا لا ولا الكلام ده كله انت مثلا تبعدني عن مباراه انا ما كنت بلعب مباراه زمان زمان مش كويسه الله يرحمه ابويا كان دايما بيروح المشاكل كلها انا بعد ما اخلص المباراه ممكن ابقى شوكاس فيها وما جبتش اهداف ببقى عندي مشكله وانا مروح البيت مخصمني زعلان مني والدي والله الله يرحمه ويسامحه ما كانش بيسيب لي ماتش وي. فانت عارف انت تخيل انت بتلعب مباريات وفي حاجات كتير قوي في دماغك انت عايز تبقى كويس عشان فريقتك عشانك عشانك ووالدك اللي بيتفرج عليك ده مش عايز يزعل منك فاهمني تقعد بقى يومين لحد ما الحاجه كده ربنا يكرمها وايه ويخليه يصالحنا بقول لك بص تفكير زمان الوقت ولا فرقه يعني ممكن في الايام متعرق ما تشوفش ابوها اساسا انت فاهم هو يعني هو ده التفكير بس طب الله يرحمه ويحسن اليه طبعا طبعا وفي الجنه ان شاء الله كان نفسي يبقى موجود ويسمع اراء الناس فيك اللي هنسمعها دلوقتي مع حضرتك اتفضل اتفضل علامة يهوب ده نجم كبير قوي نجم محترم لعيب محترم لعيب ذو خبره كبيره قوي بلي ميكر كبير صانع العاب محترم انا اعرف الكابتن علاء وانا صغير كنت اسجل كابتن طارق زيت وكابتن علاء كابتن بيبو لعيبه نجوم لعبوا مع بعض جامدين قوي كابتن علاء ده اسطوره عالميه اسطوره رياضيه مش مهما اتكلم مش انا اللي بتكلم مصر كلها وجماهير النادي الاهلي تعرف اللي علاء ميهوب تاريخ واسم كبير ولعيب كبير وشارك مع النادي الاهلي ومنتخب مصر لاعب ذو قيمه عاليه يعني عالمي عمري ما انسى الجونين اللي جابهم في النادي المصري بعد ما كنا مغلوبين 1-0 جابنا البطوله ده جاب البطوله جونين جون في الوقت الضايع وجون في الاكسترا تايم وكسبنا عمري ما انسى موقف الكابتن علاء ميهوب لما لعب في الاولمبي وجاب جون في النادي الاهلي عمري ما انساه مفيش لعيب دلوقتي عنده نفس الانتباه وبطل كره عليه والله كابتن علاء ميهوب يعني من اللعيبه القدامى الجمال يعني ما نقولش عليه قدامى قوي ولكن هو من اللعيبه يعني من الجيل الوسط اللي احنا استمتعنا معاه بكره جميله وكان جيل ذهبي جميل جدا جدا كلنا استمتعنا بيه طبعا نجم كبير لعيب كبير قدم للنادي الاهلي بما فيه الكفايه سواء وهو لعيب سواء وهو في التدريب كابتن علاء ميهوب كان لاعب موهوب جدا ويكفي ان هو كان من اشبال النادي الاهلي وجيله كان جيل نقدر نعتبره من الأجيال العظيمة اللي قدمت للنادي الأهلي وقدمت لسمعة النادي الأهلي كابتن علاء ميهوب مع كابتن طاهر أبو زيد مع كابتن زكريا ناصف ده من أجبال النادي الأهلي اللي النادي الأهلي فقد كتير من تاريخه في إن هو يفرخ أجبال هو كابتن علاء كان من أحسن اللعيبة اللي جات في خط النص طبعا نفتكر الجول اللي كان جابه في المصري في نهائي الكاس في 84 وفي جول كان جابه برضو في افريقيا سبورت برضو كنا مغلوبين هناك 2-0 وتعادلنا ولعبنا وخدنا بطوله افريقيا كان برضو كان بيتميز ان هو بتحركاته كانت هايله غير ان هو كان من اللعيبه الهدافه وطبعا هو لما مشي من الاهلي القرار ما كانش قراره ولما جاب جول في الاهلي كان انا فاكر ان هو كان بكى لما راح الاولمبي وهو طول عمره لعيب مميز يعني بيلو بيعملها اوفر حلوه عند عطية عبد الهادي وعطية بيجرب وشوط على طول وعلى ميهوب وجول جول على ميهوب جول على ميهوب أهلا بحضراتكم من جديد يعني يا كابتن علاء كنت مرتبط بمين أكتر والدك ولا والدتك؟ لا في البيت كله أساسا مين أثر فيك أكتر؟ بس في ارتباط كده حتة كده سنة زيادة كرويا والدي والدي كان أهلاوي متعصب جدا فوجئت ان هو كان من وانا عندي 14 سنه بلعب مباريات ما كانش بيسيب المباراه لحد ما كبرت ولعبت فريق اول زي ما بقول لك كنت كان عندي مشكله لو لعبت وحش عشان هو يزعل هو يزعل مني انت فاهمني ده الجانب الكروي الجانب بقى البيت والاهتمام شخصيه وكل ده حاجه طبعا ربنا يبارك في عمرها يا رب اهتمام زاد بعد ما بقيت خلاص تعرفت واسمه وكده اهتمام زيك جدا بس مع وكل اخواتي الحمد لله عشان كده كانت حته الاسره وحته البيت دي بالنسبه لك كانت بتفرق معايا جامد جدا جدا اسرتك كلها حواليك دي بتديك روح حلوه قوي روح ايجابيه حلوه قوي بتبقى عايز تروح يعني لما تخلص عايز تروح تقعد مع ابوك تقعد مع امك مع اخواتك مع اصحابك مش عايز اقول لك انا متعتي يا ميديا لما كنت بخلص مباراه جايب جول بقى مش جايب جول كسبان كل اللي انا عايز بروح بروح داخل البيت مغير لبسي ولابس وقعد مع اصحابي نازل قعد مع اصحابي في الشارع يعني جول الماتش المصري ده 84
هدفين وجبنا كاس مصر واحتفلنا ومش عارف ايه. خلصت روحت على طول الحومديه. اه والله غيرت قعدت مع اصحابي. بس كانت في هم كانوا كمان هم نوع يعني هم اذكياء جدا اللي هم عارفين بعد كل مره بنكسبها. كانت الحاج ربنا يكرمها ويبارك في عمرها كانت بتعمل على طول صينيه كيك ده على طول بعد كل مباراه والله يمي. احتفال احتفال اروح عليهم قاعدين في البيت قبل ما اروح انا قاعدين مستنيين انت فاهم عارف حاجات بسيطه جدا بس أكيد. الواحد حتى وبيتكلم عليها مبسوط ذكريات حلوه قوي أكيد. ودي احلى حاجه بتطلع منها بالكوره ذكرياتك الحلوه في الكوره دي اكيد. تعالى نبعد شويه بقى عن الدوري ومصر شويه نروح محمد صلاح. اوكي محمد صلاح متوقع ان هو يستمر في مسلسل نسميه ايه اللي عدى النجوميه كمان السنه اللي فاتت؟ طبعا متوقع كده. المؤشرات بتقول كده. مؤشراته وبدايته واللي ما شاء الله الطفره اللي عملها لنفسه والتوفيق اللي ربنا موفقه غير عادي واكيد هو يستحق. ربنا ما وفقش حد ما يستحقش ابدا. تقول لك لا هو هيستمر استمر والاحسن. والاحسن ده بتقولها ميدو من طبيعه الشخصيه. ده راجل زي اللي احنا كنا بنتكلم عليها وانت عارف قيمه النعمه اللي فيها فبيحافظ عليها كويس قوي. بس بيراعي ربنا كويس قوي واضح ان هو بيعمل خير كتير جدا بيتصدق كتير جدا عشان كده ربنا بيكرمه من حيث هو لا يدري بالظبط حاجات ما بتحصلش لكن بتحصل مع محمد. فوزه باحسن لاعب احسن لاعب في افريقيا وصول كاس عالم ثالث اوروبا يخش في الثالث احسن ثالث لاعب في العالم. الحاجات دي ما بيجيش من فراغ والحاجات دي ما بتروحش لحد يستاهلها. انا متوقع ان لا هيستمر. لو حد غير الشخصيه والكاركتر ده كنت اقول لك لا ممكن السنه دي وخلاص على كده لكن محمد بطبيعته ببيئته بتربيته لا اعتقد هيكمل باحسن كمان. يا رب نفسنا كلنا محمد صلاح ايقونه دلوقتي للشعب. طبعا طبعا. منتخب مصر مش هسألك على اللي فات انا ما بحبش اتكلم بصراحه على يعني على ما فيش حاجه فاتت فيها يعني اللي فات مع هيكتور كوبر. لا لا اللي فات مات ولازم يموت مع كوبر ولازم يدفن لازم وكوبر نفسه يدفن بالنسبه لنا. شايف المنتخب بحاجه بسيطه جدا عملها اجيري ان هو حرر الطرفين بس خلاهم في نص ملعب الخصم. لعب صعب ان احنا نعمل كده يا كابتن. ما هي بتفرق ميدو تفكير مدرب رؤيه كل واحد بيشوف الرؤيه اللي تناسب المنتخب اللعيبه. هو الراجل جه راح لعب ب 3 4 3 وعامل لك ضغط هجومي وحرر الطرفين وعامل ضغط هجومي. الفرقه التعبانه ساعدت الفرقه بتلعب بالماينس ساعدت. ما اقدرش احكم عليه عشان أكيد. بس لا أكيد. خالص انا بحكم بس على شكل اسلوب. لكن هو اول حاجه عملها غير اسلوب غير اسلوب منتخب مصر وتحسب له بالظبط. يعني لازم بيعمل حاجه تحسب له. اللاعب المصري او المنتخب المصري عندهم العناصر اللي يلعب بالطريقه دي. يلعب بالطريقه دي ممكن يلعب بيلعب بطريقه 4 2 3 1 بس هجوميه مش اللي هي الدفاعيه البحته 4 3 3 تناسب منتخب مصر. يعني حاجه تخنقك. انت محجم لعيبتك حتى اللاعب اللي عايز يعمل حاجه ما بيلاقيش لكن المؤشرات بتقول لا الراجل تفكيره حلو تفكيره هجومي عارف الامكانيات اللي معاه فبيلعب على قد امكانياته وحرر صلاح شويه حرر يعني كل حاجه. انت يا ميدو لما تحرر لعيبتك نفسها انت هتخف الضغط على صلاح وباقي اللعيب بالظبط. لكن انت كنت كل اهتمامك مدى توفيق صلاح بس وبتدافع ومدى توفيق الاثنين مساكين بالظبط وربك يوفق كل مدافعين لكن لا الراجل بدايه بس بدون على الحكم على المباراه بدايه مقبوله كويسه. اللي بيؤخذ عليه بس من وجهه نظري ان كان لازم احمد فتحي موجود في المنتخب ده واحد من الاعمده الاساسيه في منتخب مصر. ده لازم كان موجود لان ما ينفعش تستغنى عن احمد فتحي. مش عشان احمد فتحي النادي الاهلي او خالص لا لا اذا كان الزملكاويه اساسا مستغربين يعني ده بمجهوده بادائه بتفانيه في الملعب بتاريخه الطويل مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر اعتقد كان لازم موجود. ده مش الاعمده ده هو اللي شايل البيت بالظبط لانك انت بتتكلمش على لعيب انت بتتكلم على اربع لعيبه في لعيب واحد بالظبط فما اعتقدش حد زي كده يتساب بالظبط. لكن كل المؤشرات بالنسبه لمنتخب مصر ايجابيه. شايف ان احنا ممكن شكلنا يتطور ادائنا يتطور خصوصا في المباريات المهمه اللي هتيجي او الفرق القويه اللي هيلعبها منتخب مصر؟ على حسب مدى التطور المدير الفني نفسه واللعيبه واستيعابهم للطريقه.
لكن مش تحكم على الماتش اللي فات. الماتش اللي فات لا 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 خادع أكيد. جدا. لكن تبدا تحكم على المدير الفني وعلى اداء لعيبتك في مباراته القويه. لكن زي ما بقول لك يا ميدو, هو ال 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 الحاجه الاشاره الحلوه ومبشره تغيير طريقه اللعب خالص كلها. ودي حاجه انا بحترمها في المدير الفني. عارف منتخب مصر, عارف لعيبتك, فانا لا دي الطريقه اللي تناسبني واللي هلعب بيها. لو مش على كده وكمل على كده اعتقد انت شكلك اتغير خالص. محمد صلاح ربنا زي ما حضرتك بتقول ربنا بيكرمه وبيوفقه وبينصفه طبعا. يعني في ازمته مع اتحاد الكوره لان محمد صلاح مرشح مع كريستيانو ومودريتش على حساب ميسي. ميسي وكان في ازمه للاسف مع اتحادنا. كنت شايف الازمه دي ازاي يا كابتن علاء؟ ازمه هو ليه حق فيها, ازمه ليه حق فيها هو. لان هو محمد عايش اعلى درجات الاحتراف. قمه الاحتراف عايشها محمد بالزبط. في ليفربول في انجلترا. فشوف التعامل, بيشوف الفرق مش المنتخبات. بيشوف مدى تركيز اللعيب ومدى الحفاظ على اللعيب ومدى الحفاظ على خصوصيه اللعيب. فالكلام ده في نادي, فما بالك في منتخب مصر وراح يلعب كاس عالم, واللي انا متاكد منه وعارفه ان هيصه ما ينفعش. تحافظ على خصوصيه لعيبتك, تحافظ عليهم في وقت معين للمشجعين اللي قاعدين يصوروا لعيلتك لاهلك, وقت معين الدنيا كلها شغاله كده. انما 24 ساعه هيصه, انت مش عارف تروح فين, مش عارف تنام, مش عارف. لا لا طبعا مش عارف يعمل حاجه خالص. هو مش بيعملها نوع من الانا اكتر من هي نوع من اللي بيحافظ على شكل منتخب مش محمد. بالظبط. هو انا ما بختزلش الكلام ده كله في شخص محمد صلاح. لا دي اصول. خصوصا انك وصلت كاس عالم يا ميدو. ما توصل كاس عالم مش ان هسافر امتى وسافر ازاي وهعمل ايه خالص. انت تفكر ازاي تبقى فعلا منتخب جديد انك رحت كاس عالم. شكلك, احترامك, محافظتك على مواعيدك يا ميدو. في منتخبات بتبقى موجوده في الاوتيلات ما بتحسش بيها. دي حقيقة. منتخبات كبيره ما بتحسش بيها, بس غير هم خارجين رايحين يلعبوا ماتش. عندهم معاد تصوير. لا مكان اكل معين, مكان خروج معين, كلهم مع بعض في امن. مش امن مش عشان حاجه, امن عشان راحه اللعيبه دي. احترافيه من اللعيبه واحترافيه اداريه جدا كمان. في بقى كمان مشكله, احترافيه المشجع نفسه. بالظبط. المشجع نفسه او الراجل اللي بيحب النادي اللي بيحب اللعيب ده وبيحب البلد, ما انت لازم تعرف ان في وقت هو محتاج يريح. طبعا. لا ما هي كلها ميدو كده. هو ليه بره الراجل اللي بيحب اي فريق ما بيعملش مشكله وعايز عارف. هو بيحافظ على اللعيب ده. بيحافظ على شكل اللعيب, شكل النظام بتاع الفريق. لكن انت وقتها فريق بلا نظام مالكش رابط, فطبعا هي كانت النتيجه كده. انت مالكش رابط يا ميدو في اعلى تجمع كروي في كاس عالم. اللي هو انت لازم كل حاجه تبقى زي ما بيقولوا بالقلم والمسطره. فهي دي المشكله اللي هو عانى منها. وطبعا كان عايز يبقى يقدم احلى مستوى والفريق كله. لكن هو محمد بيتكلم على شكل منتخب مش شكل محمد. مش عايز اقول مستغلين محمد صلاح بشكل كويس, لكن لازم نستغل محمد صلاح اكيد. ولا ايه؟ طبعا نستغله ازاي من وجهه نظرك؟ انا عايز اقول لك حاجه. هو محمد كمان من نوعيات الناس اللي بيعمل دعايه ايجابيه جدا لمصر. ايجابيه يعني بيحب البلد قوي, عايزها احسن بلد, بيعمل دعايه كتير قوي زي ما بقول لك. دايما بيحاول يساعد ناس كتير جدا. فهو عمل دعايه من غير ما يعمل حاجه. انت الوقت كل الناشئين او كل الاشبال في مصر بيقول لك انا نفسي اطلع انجلترا كمان, وفي انجلترا عايز اطلع نفس يعني يا ريت يبقى عندي محمد صلاح. بالظبط. فدي حاجه محمد عملها بمجهوده بتركيزه بتوفيق بكل حاجه. فخلاص بقى قدوه الناس كلها عايزه زي محمد. هو عمل دعايه من غير ما ياخد باله. لكن هو عامه كمان بيحب يعمل دعايه صح. يعني هو المشكله اللي كان مش المشكله اللي كان عاملها, المشكله اللي هو كان بيحاول يحلها. ما دي دعايه ليك يا ميدو. طبعا دعايه ليك ان انت فريق منظم, فريق محترم, بتحافظ على 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 على, على اسم بلدك. بالزبط. على كل الحاجات دي بتفرق. بالظبط. عشان كده بقول لك هي دايما تبقى منظومه فريق, اداره, مشجعين. كل ده بيبقى في كله في حته واحده. ليه ما يكونش يا كابتن علاء؟ يعني مش هقول لك اخر سؤال اساله لك, انا عارف انت ممكن تسيبني وتمشي. لا يا اخي ما تقولش كده. اخر سؤال يا كابتن علاء, ليه ما نعملش زي لجنه كده يعملها اتحاد الكوره
لإدارة شؤون المحترفين. إيه رأيك في الفكرة؟ عشان كل محترف لحد وكيل أعمال بيدير شؤونه. لا أنا قصدي لإدارة شؤون المحترفين كبلد، إحنا كبلد إزاي نستغل اسم محمد صلاح ونجم والنجم محمد صلاح، إزاي نستغل تريزيجيه، إزاي نعمل بيهم حاجة تبقى خاصة باتحاد الكرة ميدو. يعني حاجة كويسة ممكن أكيد يعملها. طبعا استغل المحترفين بتوعك اللي ما شاء الله بقوا كتير قوي، استغلهم استغلال صح، استغلال لبلد، استغلال دعاية للبلد بالظبط، استغلهم صح. أنا بقول لك هو محمد لوحده بيعمل دعاية للبلد ممتاز، استغل اسمه وشهرته واسعة جدا طبعًا. إن هو يعني كفاية تقول لك محمد ده من مصر، ده مصري بس، دي لوحدها دعاية أساسا. هناخد أفريقيا إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله. طبعا إن شاء الله. مش عايز اقعد اقول لك بقى بستمتع بيك، لكن دي حقيقه والله العظيم بحب استمتع بيك وانت بتلعب كوره، وحتى لما سبت الاهلي بحب استمتع بيك في لقاءاتنا. يعني ربنا يا رب يدي لك كل اللي انت عايزه كده، الله يخليك يا مشكورك يا ويحقق لك كل طموحاتك. انا عارف طموحاتك ملهاش حدود ان شاء الله تحققها جوه النادي الاهلي ان شاء الله. نورت وشرفت حبيبي، بشكرك يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله الكابتن علاء ميهوب يكون معانا كل اربع زي ما قلت لحضراتكم، ينورنا هنا في قناه النادي الاهلي بيته كل اربع في الأهلي الليلة. دايما بتشرف بيكم ونورتوني وشرفتوني. بعد الفاصل هنكون مع الكابتن خالد العوضي، فاصل واستنوه.